مميزون عن كل البشر، يحملون صفات الإبداع والابتكار ويقدمون في كل لحظة إبداعا جديدا يضيف إلى رصيد الإنسانية. بقدر ما يخصم من أعمارهم تمضي أيامهم في عمل لا يكل ولا يمل بحثا عن لقمة عيش. ربما يستحقون أضعافها إن وجد إبداعهم أو إن وجد إبداعهم من يقدره. وهربا من فقر يحيط بهم وبأسرهم، يستحقون وفق ما تصنع أيديهم أن يكونوا أبعد الناس عنه. أصحاب الحرف اليدوية، صناع الجمال، الباحثون عن الإبداع، أولئك منحهم الله عز وجل قدرة على الإبداع وصنع الجمال، لكن حياتهم تتحول تدريجيا إلى حالة من القلق الدائم من المستقبل والبحث عن الأمان المفقود، لأنه مع شروق كل يوم جديد تصب حرفهم ومصدر أرزاقهم معرضة أو تصبح معرضة أكثر للاندثار في مصر. توجد عشرات الحرف اليدوية التي ورثتها أجيال أو ورثتها أجيال لأجيال، حاملة معها البصمة الوراثية للإبداع والجمال والقدرة والإتقان، ورغم أنها في طريقها للانقراض في ظل غزو الماكينات لكل شيء في حياتنا، تبقى الحرف اليدوية أحد أهم المجالات التي يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر بكثير من الوضع الحالي. حرصا منا على تسليط الضوء على بعض هذه الحرف وكيفية تحويلها أو تحولها لمشروع قومي يحتوي آلاف الأيدي العاملة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومع بعض المسؤولين عن التسويق للمنتجات الحرفية سواء في الدولة أو في المجتمع المدني، وفي حضور اثنين من مبدعي الحرف اليدوية في مجال الطرق على النحاس والخيامية، تدور حلقة الليلة من برنامجنا مع الناس. لكن تعالوا نصحبكم في البداية في جولة إخبارية كما تعودنا. من الوطن، انطلاق عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات البرلمان. انطلقت عملية تصويت المواطنين المصريين في الانتخابات البرلمانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ويشارك المواطنون في اختيار نواب أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو. دكتور ولاء جاد، مدير عام شركاء من أجل الشفافية، مساء الخير دكتور ولاء. مساء النور الزحمت. ماذا يعني فعليا بداية التصويت لهذا الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل؟ طبعا يعني ده الاستحقاق الثالث زي ما حضرتك ذكرت من استحقاق خارطة الطريق، وبالتالي بداية التصويت هو أولا بيضع حد للتشكيك في فكرة عدم رغبة السلطة في وجود برلمان، وكمان بيضع حد لحالة بقاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد رئيس الدولة. عظيم، ودي مسألة مهمة جدا. طيب، البعض يحاول الترويج أن المصريين لا يشعرون بالانتخابات وأن هذه الانتخابات ربما لا تشهد إقبالا كبيرا كما جرت كل الاستحقاقات خلال الفترة الماضية. هي الانتخابات دي فعلا مش هتشهد، يعني مش متوقع أنها تشهد إقبال كثيف، لكن ده بسبب أن العمليات الانتخابية في مصر متوسطات المشاركة فيها منخفضة. متوسط المشاركة في العمليات الانتخابية في مصر بنتكلم عن دايما كنا بندور حوالين 30% 25% 35% تقريبا 35% فهو مش انخفاض يعني بسبب دوافع سياسية قد ما هو بدفع بسبب يعني احجام طبيعي عن المشاركة في العمليات الانتخابية. ده رغم انه يعني ثقافة الناس السياسية زادت، الوعي زاد بعد ثورتين. بالظبط، ما زادت لان احنا متوسط الاقبال قبل الثوره كنا بنتكلم في 15 ل 20%. وبالتالي احنا بنشهد زياده، لكن احنا بنعمل دايما فيما هو اكثر. فكره عدم يعني وجود احزاب قويه على الساحه، مع كل التقدير للاحزاب الموجوده، قايمه تحظى باجماع، فكره العصبيه والقبليه في الانتخابات البرلمان، يعني كل تاثير كل ده على المشهد الانتخابي من وجهه نظرك دكتور ولاء؟ تأثير كبير جدا. احنا كنا في امس الحاجة الى وجود احزاب وكتل سياسية تحمل برامج ورؤى قادرة على يعني توليد سياسات بديلة، سياسات اقتصادية واجتماعية. للأسف نتيجة ضعف الاحزاب السياسية، وخلينا نعترف بده لان دي حقيقة، ضعف الاحزاب السياسية وهامشية دورها وعدم قدرة كثير منها على الوصول للجماهير على الارض، ده يعني أدى بنقل الكرة إلى ملعب العصبيات القبلية والعائلية والعشائرية، وأدى كمان إلى سطوة المال السياسي في بعض الأحيان وفي بعض المحافظات. غياب الأحزاب مسؤول بدرجة كبيرة جدا جدا عن حالة السيولة السياسية اللي بتعانيها مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ولاء جاد، مدير عام شركاء من أجل الشفافية. هاخد حضراتكم لخبر تاني
الحقيقة له علاقة أيضا بموضوع الانتخابات. الحقيقة إنه البعض أفتى بحرمة المشاركة في الانتخابات، هذا حضراتكم عارفين الفتاوى اللي ملهاش لازمة اليومين دول، لكن الحقيقة السيد فضيلة مفتي الديار المصرية قال إنه فتاوى حرمة المشاركة في الانتخابات باطلة ومجافية للشرع. التفاصيل، شدد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على أن ما يتناقله البعض من فتاوى مسيسة لتحريم المشاركة في الانتخابات أو لصد الناس عن الإدلاء بأصواتهم هي فتاوى باطلة ومجافية للشرع الحنيف، لأنها توظف النصوص والأحكام الدينية لخدمة الأغراض والأهداف السياسية الخاصة. وحث مفتي الجمهورية المصريين جميعا على المشاركة الإيجابية والفعالة في كافة الاستحقاقات الديمقراطية من أجل إكمال مسيرة الاستقرار، وألا يتأثروا بتوجيه هذا أو ذاك، بل يحكموا ضمائرهم وعقولهم في اختياراتهم دون الالتفات للضغوط والتوجيهات التي تمارسها بعض القوى السياسية حرصا على المصالح العليا للوطن. فضيلة الدكتور محمد شحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، السلام عليكم فضيلة الدكتور. السلام ورحمة الله، أهلا بك يا أستاذ شريف. طول عمرنا نعرف أن الصوت أمانة، يعني ما نعرفش أنه المشارك في الانتخابات آثم أو يرتكب جريمة، يعني كيف تردون على هذه الفتاوى الضالة فضيلة الدكتور محمد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية طبعا هذا الكلام للأسف الشديد أصبح يطالعنا كل انتخابات، يعني يعني الوازع وراء هذا الكلام والباعث عليه واضح جدا، ان هؤلاء الناس بما انه لا يحقق، او هذه الانتخابات لا تحقق مصالح طائفية ولا شخصية ولا حزبية لهم، في هذا الحالة يبقى الانتخابات المشاركة فيها مشاركة لا تتفق مع الإسلام ولا تتفق مع الدين الإسلامي. وإذا كان هؤلاء مشاركين وهم في قلب العملية الانتخابية يبقى ضروري الناس تشارك، فالمسألة فعلا توظيف الدين لأغراض سياسية وأغراض حزبية وأغراض طائفة معينة. هذه الطائفة للأسف الشديد يعني بتسيء للدين بهذا المسلك، لأنها تجعل مسألة، هذه المسألة تتعلق بالأمة، بمصلحة الأمة، وتتعلق بمصلحة الوطن، وتتعلق بمصلحة الدولة المصرية، ومع ذلك والمشاركة فيها فعلا زي ما بتقول حضرتك كده، يعني هو الإنسان بيستحضر ضميره، والإنسان بيعتبر أنه إدلاء بصوته أمانة واجب عليه، أنه هو يجتهد تماما في اختيار المرشح اللي يريده واللي عايزه. مع ذلك بنجد أن هؤلاء الناس يعني يأتون إلى الناس ويقولون والله ده لا قصدي، ويصدروا فتاوى، والفتاوى دي بتحرم المشاركة في الانتخابات. وهذا كلام يعني بالفعل كلام لا يمكن إطلاقا قبوله، ويجب على الجماهير أنها تتنبه إلى أن هذا الكلام ليس مقصودا به، لا وجه الله ولا مصلحة الوطن ولا مصلحة الأمة. نحن على ثغر من ثغور هذا الوطن والدين فضيلة الدكتور، يعني أهمية المشاركة أيا كان توجه المشارك، يعني ينتخب سين ينتخب صاد يبطل صوته، لكن فكرة المشاركة وأهمية أن يؤدي الإنسان أمانته فضيلة الدكتور من وجهة نظر الدين، يعني هو المشاركة في يعني هي مسألة ضرورية، ولأن مسألة ضرورية لأن بنعتبرها وسيلة لاختيار نائب، هذا النائب يمثل الأمة كلها، وهذا النائب يشارك في عملية تشريع وعملية الرقابة على الحكومة، ودي مسائل مصلحية تماما ومقابل للسياسة الشرعية، وفي قاعدة شرعية بتقول لي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب نحن دلوقتي ان احنا نختار نواب، هؤلاء النواب صالحين، هؤلاء النواب يحققوا مصلحة الأمة، فتعتبر هذه وسيلة واجبة ان احنا نسلكها حتى يمكن ان نصل بالفعل الى اختيار نواب، هؤلاء النواب يعني نرجو ان شاء الله ان يكونون نوابا صالحين ان شاء الله. يا ابن بشكرك، شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد شحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية. هناخد من المصري اليوم، السيسي: حصولنا على عضوية مجلس الأمن يعبر عن عراقة الدولة المصرية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والتهنئة للشعب المصري لحصول مصر على عضوية مجلس الأمن، قائلا إن هذا الأمر تحقق بعد مجهودات دبلوماسية، وعبر عن عراقة الدولة المصرية وقدرتها على استعادة مكانتها الإقليمية والدولية. وأضاف السيسي في كلمة وجهها للمصريين اليوم مؤكدا للعالم بأكمله أن مصر ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستفادة القصوى من العضوية من خلال إعلاء مبادئ السلم والأمن الدولي ودعم أي جهد يسعى لتحقيق الاستقرار. أستاذ طلعت إسماعيل، كاتب صحفي الكبير، مدير تحرير الشروق، مساء الخير.
هل هي كلمة جاءت في وقتها؟ بلا شك طبعا بعد يعني التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصول مصر على 179 صوت، كان يعني عكس نوع من الثقة العالية في مصر، وخاصة مصر بعد 30 يونيو. يعني ربما نكون يعني بعد 30 يونيو حدث نوع من اللغط في علاقاتنا الدولية الخارجية، يعني رأينا الاتحاد الافريقي وموقفه، ثم رأينا بعض الدول الأوروبية، لكن في أقل من عامين يعني استطاعت الدبلوماسية المصرية أن تسترد مكانتها وعافيتها، صحيح، وتستطيع أن يعني تحصل على مساحة كبيرة جدا من التأييد الدولي بهذا الفوز الذي أراه يعني إلى جانب دلالته الرمزية والمعنوية أنه يعني تتويج لجهود حقيقية على أرض الواقع من خلال يعني لقاءات ومبادرات و يعني علاقات، تمكين العلاقات واسترداد موقع مهم على الخارطة الدولية. كانت الرسالة الثانية من هذه الكلمة المهمة اللي وجهها الرئيس اليوم تتعلق بحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية للإنهاء من هذا الاستحقاق المهم. أستاذ طلعت، نعم طبعا، شايف نحن إزاي؟ يعني في خلال الفترة الماضية كان يعني أو بعد 30 يونيو كان في ثلاث استحقاقات رئيسية، منها الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية، ثم الانتخابات البرلمانية. الانتخابات البرلمانية يعني ربما كان في الفترة الأخيرة دعوات كثيرة جدا إن احنا نحقق هذا الاستحقاق، و لابد ان نصل اليه لانه ايضا بيتوج يعني صوره الدوله المصريه واسترداتها لكل مؤسساتها. اليوم جاء هذا الاستحقاق اللي مطلوب من كل المصريين، يعني زي ربما تكون الفقره السابقه كانت تتحدث عن هذا الامر، ان المصريين كلهم مدعوون بالفعل للانخراط في العمليه الانتخابيه والتصويت بغض النظر عن الموقف اليمين يسار وسط في المنتصف وما الى ذلك، لكنه اهميه ان احنا بنقول والله بنشارك، بنعزز من مؤسساتنا، بنختار نوابنا، بنحاول ان احنا نمضي للامام ولا نلتفت الى الخلف بحيث نحقق يعني التقدم المنشود الذي يعني يطالب به المصريين ويتوقوا اليه من فتره طويله حقيقه. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ طلعت اسماعيل مدير تحرير صحيفه الشروق. من البوابة نيوز، تنشيط السياحة، الطلب يزداد على مصر بالسوقين الهولندية والألمانية. قال اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة إن الطلب يزداد على مصر في السوقين الهولندية والألمانية، مشيرا إلى أن هشام زعزوع وزير السياحة يستقبل أول طائرة مباشرة للأقصر غدا الأحد. يا مسهل، يا ده موضوع مهم. أستاذ ناجي عريان نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية، مساء الخير. أهلا فندم. أهلا، كانت دائما السياحة يعني قاطرة الاقتصاد المصري القومي، أستعير هذا التعبير من وزير السياحة الراحل دكتور ممدوح البلتاجي، والآن مصر تعاني بسبب شح ما يدخل من عملة أجنبية وتحديدا الدولار، بسبب الحقيقة عدم تعافي السياحة بشكل كامل. حضرتك كيف ترى الصورة وإيه المطلوب حتى يعني تستحوذ مصر على حصتها العادلة من السياحة في المنطقة طبقا لما تملكه من مؤهلات عظمى، يعني سواء سياحية سواء ثقافية أو شاطئية أو غير ذلك؟ احنا طبعا مساء الخير الأول، مساء النور لحضرتك. مش هنتكلم على مقاومات مصر السياحية. مقاومات مصر السياحية غنية جدا، غنية بأثارها، غنية بشواطئها، غنية بشعبها. لكن كل اللي بيحصل دلوقتي ان في صوره ذهنيه عند الاجنبي في مصر، بالنسبه الاجنبي اللي هو الاوروبي او الامريكي، بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط واللي طبعا فيها مصر، فدي طبعا دي لازم تتغير، او لازم يبقى في دعايه وفي تواصل مع الاجانب، ونحاول ان احنا نقول ان احنا بالنسبه لمصر ان مصر مش زي العراق، مش زي سوريا. اي نعم احنا في المنطقه، لكن في امن وفي سلام. ما ننساش ان احنا في التسعينات برضو فات علينا برضو العمليات الارهابيه و لكن مصر تعافت على طول بعد مرور 4 5 اشهر، تعافت ورجعنا تاني للمعدل العادي. فالنهارده لازم الاعلام، سواء الاعلام المرئي او المسموع، لازم ياخد باله ان كل حاجه بتتقال في الجرائد، بتتقال في التلفزيون، بتتقال في الراديو، بتترجم وبتبقى خبر في الصحف بره اللي صحيح. هو الاجنبي صحيح.
فلازم ناخد بالنا من اللي احنا بنقوله وان احنا بنكتبه يعني. دي حاجة. والكلام ده بقى طبعا لازم يروح للمسؤولين اللي هم زي وزارة الخارجية، السفراء في الخارج، المكاتب، مديرين المكاتب اللي عندنا. صحيح. ان لازم يبقى ناخد يعني ناخد فرصة اكتر وناخد مساحة اكتر في الاعلام وفي التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي. هل محتاجين كمان افكار خارج الصندوق للترويج ولاقناع السائح يعني بالامن والامان اللي بنعيشه، تنشيط من نوع معين، تقديم تسهيلات معينة بخبرتك يعني استاذ نجي؟ بص انا هقول لشاتك حاجة، حكاية ان احنا نفكر خارج الصندوق دي يعني ما فيش حاجة اسمها خارج الصندوق. هي انك انت النهاردة السائح جاي ليه هنا؟ عشان يستمتع بوقته في امن وامان، وان مش عايز يكون قلقان، واخد بالك، ويستمتع بالجو ويستمتع بالاثار وكل حاجه. فايه هو خارج الصندوق؟ انت لازم توفر له خدمات كويسه، لازم صحيح معامله محترمه ومقابله محترمه، مش زي عندنا في المطار اللي بيحصل في المطار ده، واخد بالك يعني، دي اول عنوان يعني، واخد بالك. يعني حاجه غريبه جدا، تخرج تلاقي بتوع الليموزين واقفين وتاكسي بي، وبعدين تنزل الموقف تلاقي طلعوا لك من تحت الارض كل سنه وانت طيب، ويشيل معانا الحقيقه مش عارف بالزبط. يعني شرطه المطار فيه من الكلام ده الحقيقه، ومباحث المطار استاذ ناجي، واتكلمنا كتير في الموضوع ده الحقيقه. ما احنا يعني احنا خلاص صوتنا اتنبح. ما بننزلش مطار في الدنيا نجد فيه هذا الكلام، تخيل حضرتك يعني. لا. الواحد لا يذكر يعني لا لا لا. واحنا بحكم العمل بنسافر كتير، ما بنلاقيش ابدا في اي مكان ننزله هذه الصوره. لا 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 ما فيش الحاجات دي خالص يعني. ما فيش يعني حتى في مطارات افريقيا صحيح، يعني بروح زامبيا، بروح بوتسوانا، بروح عدة دي، ولا في الاماكن دي فيها حتى يعني الكلام ده بتاع. الحاجه المهمه كمان اللي هي لازم نحطها في الاعتبار، ان يبقى في توافق وفي ترابط وفي بين الوزراء. على فكره يعني دي برضو تنسيق، يعني تنسيق مهم بين الوزارات المعنيه، تنسيق اقتصادي مع الجهات المعنيه، مع الداخليه، مع الخارجيه، مع هيئه الاستعلامات يعني والري والملاحه والنقل، كل الحاجات دي لازم يبقى في تنسيق. ما فيش واحد يروح طالع قرار من غير ما ياخد راي مثلا الاتحاد، راي وزاره السياحه. عموما نتمنى انه تفعيل دور المجلس الاعلى للسياحه، وانه قريبا سينعقد برئاسه الرئيس شخصيا، يعني يؤدي الى تنسيق جيد والى عمل يعني يليق بمصر، وان شاء الله نستقطب عدد اكبر من السياح للنهوض ببلدنا. شكرا جزيلا استاذ ناجي عريان رئيس غرفه منشات السياحه، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. من الوطن، وزيره التضامن توضح موقف الحكومه من دفع المعاشات. اكدت غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي انها لم تصرح بان الحكومه لن تستمر في تحمل سداد اموال المعاشات لمستحقيها، وشددت على ان اموال التامينات مصانه ومضمونه طبقا لما جاء بالدستور. الاستاذ عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومه، مساء الخير عمر بيه. مساء الخير يا فندم. يعني العقل والمنطق بيقول ان الوزيره اصلا ما تصرحش بتصريح زي ده، يعني ما هو مين اللي هيضمن المعاشات لو الحكومه مش هتدفعها؟ يعني وضح لنا من فضلك ايه اللغط اللي دار، وهل في مشكله في توفير اموال التامينات والمعاشات لدى الحكومه؟ بص يا فندم، هو اولا النظام التامين الاجتماعي في مصر والمعاشات مضمونه بضمان الدوله طبقا للقانون. تمام. يعني عندنا القانون 79-75 اللي هو بينظم صرف المعاشات على مستوى الهيئه، بيضمن نظام التامين الاجتماعي واستمراريته والاستدامه الماليه ليه طبقا لهذا القانون، ماده 8 منه. عظيم. الاموال بتاع التامينات الاجتماعيه يا فندم بتتمثل الموارد في ثلاث عناصر. العنصر الاول اللي هو الاشتراكات التامينيه احنا بنحصل 56 مليار سنوي كويس. اشتراكات من العاملين في الدولة. عظيم. سواء حصة صاحب العمل او حصة المؤمن عليه. عظيم. عندنا عائد استثمار اموال التأمينات 40 مليار. عندنا التزامات على الخزانة بتدفع 25 مليار جنيه سنوي. الخزانة بتدفع 25 مليار. 25 مليار جنيه التزامات على الخزانة. ايه الالتزامات على الخزانة دي؟ ان هي عبارة عن الزيادات اللي بتطلع على المعاشات،
بقوانين بتلزم الخزانة بتحملها، أو إن هي بتعمل مثلا مشاهد استثنائية بتتحملها الخزانة. هي بتبقى في حالات ظروف خاصة زي الحوادث والكوارث وزي حوادث الإرهاب بتدي معاشات استثنائية، دي بتحملها الخزانة العامة. الزيادات السنوية بتحملها الخزانة العامة. بعض القوانين الخاصة بتدي مزايا أخرى غير القانون فبتتحملها برضو الخزانة العامة. بنتكلم يعني في 121 مليار جنيه إجمالي. 121 مليار جنيه دي إيرادات سنوية. قيمة المعاشات اللي احنا بنصرفها 100 مليار جنيه. 100 مليار جنيه السنة اللي هي 2010-2011. يعني إذا احنا عندنا موارد في الهيئة تكفي لصرف المعاشات إلى مدى الحياة. ده بالإضافة إلى أن أموال التأمين الاجتماعي نفسها اللي هي عبارة عن الأذون اللي هي أو السكوك اللي هي في الخزانة العامة 290 مليار جنيه. عندنا بنك الاستثمار القومي 55 مليار جنيه. عندنا استثمارات مباشرة 100 مليار جنيه. امال ايه الكلام اللي كان اثير انه وقت وزارة احمد نظيف انه بطرس غالي لما شغل الوزارتين يعني خد مع المالية التأمينات انه هم خدوا فلوس التأمينات وانها تاهت، حاجات غريبة كده بنسمعها. بص يا فندم، هو اللي حصل ان بنك الاستثمار القومي هو بنك يملكه الدولة وكان يشرف عليه وزير المالية. كان في مشكلة في بنك الاستثمار القومي ان هو ما بيقدرش يدفع عوائد الاستثمار نقدا. كان بيرسمل الفايده، يعني مثلا انت ليك عندي 300 مليار هديك 10% منه 30 مليار، يبقى كده ليك عندي مثلا 330. تمام. طب هدي فلوس عشان اصرف المعاشات؟ لا ما معناش. يوسف بطرس غالي لما جه نقل الاموال من حوالي 200 مليار جنيه من البنك الاستثمار القومي ونقلهم للماليه، صدر بيهم سكوك او اذون لصالح الصندوقين حوالي 200 مليار جنيه. ال 200 مليار جنيه دول بيدفع عليهم عوائد استثمار بنسبه كانت 8%، احنا وصلنا دلوقتي ل 9% بتدفع نقدا. يعني احنا بنصرف المعاشات من عوائد الاستثمار اللي هي بتمثل النهارده 90% على 290 مليار جنيه. دي عوائد استثمار بتدفعها الماليه نقدا للمعاشات عشان نقدر نصرف بيها المعاشات وتوفير السيوله اللازمه للمعاشات. يعني الراجل ما ارتكبش جريمه ولا خد فلوس المعاشات ولا حاجه. والله يا فندم ما هو الامر نفسه مجرد لغط يقال ان هو استولى على الاموال. هي كانت فين الاموال اصلا؟ ما هي الاموال عباره عن وديعه في بنك الاستثمار القومي. والوديعه زي ما حضرتك فاهم يا فندم بتراسمل لصالح ان بنك الاستثمار القومي كان بيساهم في مشروعات قوميه زي الطرق والكباري والسكه الحديد والحاجات دي كده. المهم ان حضرتك بتطمئن اصحاب المعاشات الحاليين والمستقبليين ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. ما حدش يا فندم، احنا من سنه 1930 لحد النهارده ما فيش شهر ما اتصرفش معاشات. مش معنى دلوقتي مش هنقدر، ده احنا هنقدر ان شاء الله نصرف المعاشات بتاع الناس، والدوله الحمد لله في امان ان شاء الله، واصحاب المعاشات احنا في خدمتهم دايما يعني. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومه. شائعات الحقيقة لهز ثقة المواطنين في الدولة وتقليب الناس لا تتوقف. حرب فعلا جيل الرابع زي ما بنطلق عليها، يعني الناس حصبة ألماني وتطعيم دلوقتي اليونيسيف عاملاه مع وزارة الصحة جرعة تنشيطية للمدارس، يقول لك دي جرعات فاسدة وعايزين يموتوا ولادنا، والناس للأسف البعض يمشي وراهم ويروج لمثل هذه الشائعات. المعاشات لا، ده الدولة خلت الفلوس، الدولة خلت الفلوس ودتها فين؟ هل صحيح في أي شهر تأخرت الدولة عن سداد مستحقات المحالين إلى المعاش؟ نرجو أن الناس يعني دايما تعقل الأمر وتاخد بالها، ونواجه مثل هذه الشائعات دايما بتوضيح الأمور زي ما تفضل أستاذ عمر حسن. هاخد خبر من اليوم السابع. وزير التعليم العالي والدولة طبعا للبحث العلمي لا نية لإلغاء التعليم المفتوح بالجامعات. قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي خلال جولته اليوم بجامعة بنها إنه لا توجد نية لإلغاء التعليم المفتوح. وقال الوزير إن هناك دراسات أعدت لتقييم الوضع الحالي والمشاكل التي تواجه هذا النوع من التعليم، وسيتم مناقشتها للخروج بتوصيات تحدد الأعداد المطلوبة من الخريجين بالتعليم المفتوح والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل ونوعية الطلبة. زميلنا العزيز الصديق هاني نقراشي رئيس قسم التعليم العالي بجلاله شروق. مساء الخير يا استاذ هاني. مساء الخير يا استاذ شريف. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. هو ايه موضوع التعليم المفتوح؟ نقفل الشباك ولا نفتحه؟ انا باقي ولا مش باقي؟ ويعني ايه تطويره ودراسه حاجه سوق العمل؟ وضح لنا الصوره من فضلك. والله الشهور الماضيه في عهد الوزير السابق الدكتور السيد عبد الخالق
كان الموضوع موضوع التعليم المفتوح اتفتح وترددت اشاعات ان هيتم الغائه وهيتم الاستمرار او كده. المهم فالوزاره والمجلس الاعلى للجامعات استقر على تشكيل لجنه برئاسه رئيس جامعه بني سويف الدكتور امل لطفي وبتضم في عضويتها عدد من رؤساء الجامعات القاهره وحلوان وعين شمس وطنطا. في النهاية انتهوا لإعداد تقرير يتضمن أوجه القصور في نظام التعليم المفتوح. والتقرير ده علشان يعدوه اجتمعوا بالمعنيين بالتعليم المفتوح من نقابات المحامين ونقابات الصحفيين وسمعوا اقتراحاتهم بخصوص هذا الملف. الملف انتهى إلى أن التقرير ده قال ان نظام التعليم المفتوح غير مقنن اساسا ولا توجد نصوص حاكمه له في قانون تنظيم الجامعات او لائحته التنفيذيه، وان معظم البرامج الخاصه به بتعتمد على دراسه نفس البرامج المقدمه في التعليم النظامي وتتسم طبعا بعدم استخدام تكنولوجيا التعليم والاتصالات. كويس. كما التقرير ده كمان تضمن ان عدم وجود لائحه اكاديميه موحده للتعليم المفتوح تتضمن متطلبات كده صارمه للقبول. هل خدوا قرار ولا رفعوا بس توصياتهم للمجلس الاعلى للجامعات؟ هو بالفعل ده جاري دراسته وتم توزيع التقرير ده على كل رؤساء الجامعات وكل والمناقشات مستمره. فبس ففكرة يعني هم بيفكروا في تطويره والاستفادة منه وليس إلغاؤه تماما. تطويره والاستفادة منه وليس إلغاؤه. وكمان بالإضافة أن في اقتراحات تانية أن مثلا إنشاء كليات مجتمع جديدة لاستيعاب الراغبين في استكمال تعلمهم، يعني خاصة من الطلاب الدبلومات الفنية الثانوية الصناعية والتجارية بحيث تحسين وضعهم يعني الاجتماعي وتنمية مهاراتهم وقدرات عليا الخريجين. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هاني النقراشي رئيس قسم التعليم العالي بصحيفة الشروق. هناخد من الوفد رئيس الوزراء يفتتح محطة مياه النصر 4 في البحيرة. أجرى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والدكتور محمد علي سلطان محافظ البحيرة اليوم جولة تفقدية في المحافظة. وافتتح رئيس الوزراء خلال جولته محطة النصر 4 الجديدة لري زمام نحو 170 ألف فدان بمنطقة غرب الدلتا لضمان وصول مياه الري لمناطق الاستصلاح والاستزراع بمحافظات البحيرة والأسكندرية ومطروح، والوفاء بالتصرفات المائية والمناسيب اللازمة لتشغيل محطتي الزهور وجنوب العلمين وضمان وصول أيضا مياه الشرب لجموع أهالي الساحل الشمالي ومرسى مطروح. دكتور خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، مساء الخير دكتور خالد. مساء الخير شريف، حياتي ليك. أشكرك شكرا جزيلا لحضرتك. يعني لو حضرتك تدينا بس فكرة عن المحطة دي وهي مية إيه، يعني مية محلاة ولا نيل، وإيه الهدف منها، إيه اللي هتضيفه للرقعة الزراعية ولمنظومة الري في مصر؟ يعني المحطة دي الحقيقة العمل فيها بيجري من سنوات طويلة وتعرضت للتأخيرات نتيجة ظروف متعددة، لكن تم دفع العمل في السنتين الماضيتين وانتهت بتكلفة 3 مليون جنيه. عظيم. وكان في عندنا خبرات يابانية في التنفيذ، وهي حقيقة مر عليها 13 سنة، يعني 13 سنة التنفيذ اتأخر طبعا، لكن المحطة دي هتدينا تصرف إجمالي قدره 4.5 مليون متر مكعب في يوم. في المحطة هتوفر مية زراعة ل 170 ألف فدان في منطقة غرب الدلتا، نقول غرب الدلتا أول محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية أيضا. عظيم. أراضي صحراوية شوية، مش يعني مش الأرض. أراضي المستصلحة، أراضي المستصلحة، وتساعد أيضا في مية في توفير مية مياه الشرب لمنطقة الساحل الشمالي ومرسى مطروح. لأن المحطة القديمة كان انتهى عمرها الاقتراضي، وبالتالي هتساعد في محطتين، محطة اسمها زهور ومحطة جنوب العالمين، فتضمن وصول مية الشرب عن طريق هذه المحطة، محطة النصر 4 اللي هي عبارة عن 7 وحدات كبيرة. لكن الحقيقة جولة سيد رئيس الوزراء كانت شاملة، يعني كان في أكثر فضل من جزء فضل فيها. لكن الجزء اللي بيخص وزارة الري اللي هو النهارده اللي كان افتتاح المحطات. عظيم عظيم. يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة السريعة دكتور خالد، ومزيد من التوفيق لوزارة الموارد المائية والري. الحقيقة بتواجه تحديات كبيرة لكنها تؤدي أداء مهني ووطني أكثر من رائع، بنتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لحضرتك. التعليم العالي من اليوم السابع
أو التعليم بس، مش التعليم العالي، بقى وزارة التربية والتعليم تعلن توقف الدراسة غدا في 14 محافظة تبدأ فيها الانتخابات. قال اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب وزير التربية والتعليم إنه تقرر منح المحافظات التي تجري فيها انتخابات برلمانية إجازة، مشيرا إلى أن الدراسة غدا تتوقف في 14 محافظة تبدأ فيها المرحلة الأولى للانتخابات مع استمرارها في باقي المحافظات. السؤال، والحقيقة كنت قريت خبر قبل كده انه المدارس فقط اللي هيتم فيها عملية الاقتراع هي اللي هتحصل على اجازة، فانا كان عندي سؤال حقيقة لو زملائنا نجحوا في انهم يجيبوا حد من وزارة التربية والتعليم، الاستاذ هاني كمال معانا، طيب بالنسبة للمدارس الخاصة في هذه المحافظات، يعني اليومين المحافظات هتاخد اجازة كل المدارس؟ خلونا نطرح هذا السؤال على الاستاذ هاني كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم. مساء الخير استاذ هاني. اهلا يا فندم، مساء النور على حضرتك والسادة المشاهدين. اجازة في ال 14 محافظة على مدى يومين لكل المدارس عامة وخاصة استاذ هاني؟ ان شاء الله يا فندم، ال 14 محافظة جميع المدارس اللي فيها اجازة يوم 18 و 19. وطبعا ده هيتكرر الشهر الجاي 22 23 في المرحلة الثانية. ان شاء الله لما نيجي للمرحلة الثانية لكل حادث حديث. طيب اليومين دول هل هيكون لهم تأثير على المناهج؟ هل الوزارة وجهت يعني بإعادة التوزيع؟ يعني لا يا فندم، معمول حساب كل ده طبعا. حضرتك طبعا والسادة المشاهدين دلوقتي على درجة كبيرة ما شاء الله، من هم دلوقتي بقى شركاء معانا في المسألة دي، وعارفين ان وزارة التربية والتعليم عندها جدول زمني وخطة زمنية، بيبقى انت عندك وارد ان يحصل حاجة تعطل المسيرة يوم او اثنين او ثلاثة او اربعة ايا كان، فطبعا في عدة طرق للتعويض وبتبقى سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش مشكلة ومعمول حسابها يعني. عظيم. في استقرار دلوقتي في الدراسة مع بداية العام الدراسي يا استاذ هاني؟ المدارس، الابنية التعليمية، الصيانات، الكتب، يعني لو حضرتك لنا فكرة كده عن المشهد في التعليم العام اخباره ايه؟ والله المشهد افضل حالا طبعا من البداية، ودعنا نكون صرحاء، البداية لأن طبعا كان المشروع القومي لصيانة وتطوير المدارس وكان برعاية سيادة الوزراء وداخل فيه جهاز المشروعات الوطنية للقوات المسلحة، احنا كان عندنا حوالي 23 ألف مدرسة ونص ما بين مدارس فيها خطورة داهمة ومدارس إحلال وتجديد ومدارس صيانة بسيطة، عدد الحقيقة كبير جدا جدا، وانت بتشتغل في وقت قليل 3-4 شهور مع الاعتمادات المالية والإجراءات الإدارية، تعرف حضرتك برضو احنا النظام عندنا في مصر لسه بيتعافى يعني، فخلصنا جزء كبير وكان في جزء الحقيقة بيستكمل، واعلنا عن ده بكل شفافية وصراحة، لان احنا انتهجنا نهج جديد انه ما ينفعش ان احنا نقول الدنيا بخير وهي مش بخير، لا لازم نكون صرحاء مع الناس ولازم الناس تبقى معانا في الصورة، ولما يكون عندي حاجة وجعاني اقول انا عندي حاجة وجعاني عشان الناس تحس بيا، لكن ما اقعدش اقول انا كويس وزي الفل والناس شايفة ان انا بقول اي يعني او بتوجع. فدلوقتي احنا اعتقد مع الاسبوع الرابع من الدراسة اعتقد ان الامور افضل بكتير من الاول، واستقرت بالفعل زي ما حضرتك تفضلت واشرت، استقرت العملية التعليمية الى شكل كبير، وحتى النهاردة كان في كتاب دوري الدكتور الوزير اعتمده خاص بتوقف حركة نقل الطلاب من مدرسة الى مدرسة وكذلك المعلمين، تأكيدا للمعنى اللي حضرتك بتقصده وهو استقرار. استاذ هاني، الحملة اللي على الوزارة وعلى الدكتور الهلالي الشربيني فيما يتعلق بموضوع الالتزام بالحضور لطلاب الثانوية العامة والعشر درجات الموزعين ما بين الحضور والسلوك، وصلتوا لفين يا فندم؟ وهل متمسكين بهذا الرأي ولا هيعد دراسته يعني؟ والله هو برضو دعني أكون صريح مع حضرتك، هو لماذا هذه الدعوات ولماذا هذه الاعتراضات؟ إحنا لازم نكون يعني على اتفاق إنك حينما تأتي بحزمة إصلاحات لابد أنك لازم هتواجه مقاومة طبعا، وطبعا اللي بيقاومك هم أصحاب المصالح الخاصة. دي مسألة مش محتاجة يعني إن إحنا نضيع فيها وقت كبير، أصحاب المدارس الخاصة ممكن تقول، ومحدش يزعل مني طبعا، أنا لما بقول ما أقصدش التعميم، يعني لما أقول الطلبة ما أقصدش كل الطلبة، أقصد البعض،
ولما اقول المدرسين ما اقصدش المدرسين، اقصد البعض. حضرتك عارف ان القليل قد يفسد عمل الكثير، بمعنى انه انت لو جيت سالت الطالب دلوقتي تروح المدرسه ولا، يقول لك لا انا مش عايز اروح. ليه؟ وعايز ينام وعايز يرتاح عشان بعد كده يروح مركز الدروس الخصوصيه براحته في التوقيت اللي هو عايزه. اللهم احنا فاتحين مدارس ليه؟ صحيح. ودوله بحجم مصر ازاي تبقى عامله مدارس وفي دعم من الدوله وبتتكلف فلوس كتير وفي الاخر الطلبه ما تجيش؟ لا انا فاتح المدرسه وانت المفروض تيجي، لو مش عايز تيجي انا موفر لك طريق اخر وهو المنازل. بالزبط. انا ما بقولكش يا سيدي قدم منازل واقعد في البيت زي ما انت عايز وذاكر في البيت وحقك هتاخده كاملا. وياما طلبه في منازل بيجيبوا 98% و99% وهم منازل وارتضوا هذا الراي. قد لكن... يقول قائل استاذ هاني انه المدارس عامله حسابها من زمان خلاص انه ما فيش فصول للثانويه العامه وانها ما بتوفرش مدرسين وانه ما فيش اصلا مكان للوجود وانه لو رحنا حتى ما بنفهمش. ردكم على هذا الكلام، هل فعلا المدارس عندها قدرة استيعابية للطلاب، مجهزة لهم مدرسين على مستوى عالي، يعني القرار مدروس بشكل جيد، ولا يعني خدته الوزارة ولا هي ليست مستعدة ليه؟ لا هي طبعا مستعدة ليه، لكن برضو أكثر صراحة مع حضرتك المشهد التعليمي تأثر بشدة نتيجة غياب يعني الضوابط التي قد تتحكم في انتظام العملية التعليمية. ولما بنقول الضوابط يعني تشمل المدرس والإدارة والطالب وولي الأمر. الحقيقة اختل المشهد على مدار السنوات الماضية بشكل كبير، ومن سنة 2011 لما قامت ثورة 25 يناير يعني الفوضى فوضى عايشين في فوضى الفوضى كانت البطل الرئيسي في المشهد. وانت لما بتيجي تضبط الأمور أول حاجة بتفكر فيها الانضباط، فيبدو ان فكرة الانضباط بتزعج ناس كتير جدا جدا. ما تنساش ان انت معاك برضو مقاومة جديدة، المقاومة تتمثل زي ما قلت في الطلبة اللي مش عايزة تيجي. صحيح. في اصحاب مراكز الدروس الخصوصية اللي يعني ودي مافيا مافيا الحقيقة اللي الدنيا هتختلف معهم كتير جدا جدا. تخيل ان ممكن يخش معاك في الامر، تخيل بقى اصحاب السايبرز واصحاب الكافي شوب. صحيح. لان الولاد زي ما حضرتك قلت يعني هي شبكة عنكبوتية اصحاب من اصحاب المصادر. صدقني. طب انا هسأل حضرتك سؤال بسيط. انا العشر درجات لما انا بقول السلوك والانضباط، لو جينا عند الطالب المنضبط اللي هو عارف حقوقه وواجباته وسلوكه كويس، يعني طالب يحترم زملائه وبيحترم مدرسينه وبيحضر بالنسبة المقررة، الطالب ده انا بسألك سؤال بسيط جدا وحضرتك طبعا انا واثق من رد حضرتك بس عشان السادة المشاهدين يبقوا معنا في الصورة، هل الطالب الملتزم هيتأثر بموضوع العشر درجات؟ لا طبعا. والحقيقة احنا بنتمنى انه الوزارة ما تتراجعش عن هذا القرار. انا شايف انها منحة. صحيح. منحة للملتزمين. صدقني اللي قلقان الصراحة اللي قلقان الغير ملتزمين وما يزعلوش مني، انا مش عايزهم يزعلوا مني. انا بشكرك. احنا مش جايين نعاديهم، احنا جايين نضبط مع بعض العملية التعليمية وبنقول لهم حطوا ايديكم في ايدينا مش اكتر من كده. الامر جد لهزل، والتطوير التعليم وعودة الانضباط للمدارس وهيبة المعلم امر لم يعد يستحق التأخير. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هاني كمال متحدث باسم وزارة التربية والتعليم. بعد الفاصل نطرح موضوع الحرف اليدوية ومهارة الفني المصري في هذا المجال، ونستكمل معكم حلقة مع الناس لهذه الليلة. ابقوا معنا. احتشدوا من أجل الوطن واحتفلوا باختيار ممثليكم وأحسنوا اختياره. احتشدوا من أجل شهيد قدم روحه، من أجل وطن يليق بنا، ومن أجل طفل ينتظر منا أن نصنع له مستقبلاً واعدا. اصطفوا أمام لجان الانتخابات وازرعوا بأصواتكم الأمل في غد مشرق لمصرنا الجديدة الواعدة بكم. أدعوكم إلى استشعار ما يحيق ببلدنا من تحديات ومخاطر تستهدف تقويض ما حققناه سويا وما نأمل في تحقيقه من أجل مستقبل أبنائنا. وإنني أدعو شباب مصر أن يكون في طليعة يوم الاقتراع، فشبابنا بحماسه وأخلاقه قادر على أن يحسم الأمر لصالح الوطن. أنتظر من شباب مصر أن يكون هو المحرك الأساسي لهذا العرس الديمقراطي. كما أدعو المرأة المصرية أيقونة العمل الوطني
ورمز التضحية من أجل الوطن. أدعو الأم والزوجة والأخت والابنة وبحق كل امرأة مصرية قدمت الأب والابن والأخ والزوج شهيدا من أجل الوطن. أدعوكن للاستفاف والنزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بالأسرة الوطنية المصرية. أدعو المصريين في الخارج سفراءنا الوطنيين أن يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع ويبرزوا العالم كله شكل مصر الجديدة وإصرار شعبها على ممارسة الديمقراطية، فأنتم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب العظيم. أهيب برجال القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من أجل توفير أجواء آمنة ومستقرة للعملية الانتخابية. شعب مصر العظيم، إن الوطن ينتظر منا جميعا الكثير، ولن تتحقق إرادتنا إلا بنا، ولن نصل إلى غايتنا إلا بالعمل والاجتهاد والتجرد والإخلاص. وخلال أيام نجدد سويا على العهد بأن نعمل من أجل الوطن، ويقوم كل منا بدوره ويتحمل مسؤوليته لتبقى مصر دائما عزيزة أبية، ونستكمل سويا بناء مؤسسات الدولة وإرساء قواعد الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت يديه الماهرتين تتحول أسلاك النحاس إلى أحصنة مجنحة ومراكب وهلالات تندرج تحت مسمى فن الشفتشي، وبخبرة تساوي نصف عمره يروي سامح محمود قصته مع هذه الصناعة. بداية أنا ما كنتش بحبها، لأن كنت شغال في السوارات، بس كنت طول ما أنا شغال في السوارات ما كنتش بحبها. ابتديت أن أنا بعد الاكسسوارات ابتديت ان انا اوظفها وظائف اضاءه، وزي ما حضرتك شايف كده الحاجات ديت. ابتديت احب الشغل، يعني بحس ان في حد بيتكلم معايا بقعد معاه، لما بقعد معاه بحس ان هو يعني بيخدمني اكتر، يعني بيديني افكار، بيديني وحي ان انا ابتكره اكتر، ان انا اديله احسن شيء، ان هو يبقى احسن حاجه في الشغل. تعد هذه الحرفة من أدق الصناعات التي تدل على عراقة وأصالة الموقع، ويتم منها صنع الصواني والأباجورات والنجف وشتى الصناعات الشبيهة بالأرابيسك. أوظف سلك وابتدي أشتغل بيه، ممكن أعمل ورقة، أعمل كوباية شاي، قهوة، برواز، عربية فول. اللي كان بيتسحب مني كتير الشمعدان والنجف وبراويز ونظم القهوة والشاي. رغم ما يشهده العصر الحالي من تطورات تقنية وصناعية، تبقى الحرف اليدوية صامدة في وجه التحديات، ولها مبدعون يحترفونها ومريدون أيضا يعشقون جمالها. الحرف اليدوية قديمة قدم الوجود الإنساني، ولعبت في العصور الماضية دور محوري في تطور الحياة الاقتصادية، حتى أنه يمكن القول أنه ما من صناعة إنسانية إلا وأصلها حرفة يدوية. يقوم أيضا على هذه الحرف مبدعون يمتلكون مهارة فائقة في تنفيذ نماذجها، ينسجون العمل في مخيلاتهم قبل أن يتم إبداعه أو تنفيذه، لا يتركونه من أيديهم إلا تحفة تبهر الأعين وتجتذب القلوب. ولأن الحرف اليومية هي أحد أهم معالم التراث الوطني المعرض للاندثار،
ولأنها يمكن أيضا أن تتحول إلى كنز تستفيد منه آلاف الأسر المصرية. نتحاور في هذه الليلة حول أهمية الحرف اليدوية واقعها ومستقبلها مع بعض المسؤولين عنها في الدولة وأيضا مع بعض الممتهنين أو الحرفيين لهذه الحرفة. دعونا أرحب بضيوفي الذين يشاركون الحديث عن الحرف اليدوية وأهميتها وما يمكن أن تمثله لمصر في هذا العصر والفترة المقبلة. أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ بعامل الطرق على النحاس عم سيد أنيس. أهلا وسهلا، مرحب بحضرتك عم سيد. عم سيد علي أنيس. سيد علي أنيس، بتفضل الاسم ثلاثي ولا سيد أنيس؟ سيد أنيس. السيد بالألف ولا لا؟ سيد، سيد بس. عم سيد أنيس عامل الطرق على النحاس، ونتكلم ونشوف حاجات كتير حلوة النهاردة. معنا الحقيقة أيضا الأستاذة إيمان رأفت المليجي مسؤولية التسويق بجمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة. مرحبا بك أستاذ إيمان. أهلا وسهلا. يعني فنان تشكيلي وممثل للدولة وحاجات كتير ومسؤول عن التسويق لمهرجان الحرف اليدوية اللي كان ملتئم أخيرا. الأستاذ طه محمد عشماوي مدير عام التسويق الفني بقطاع الفنون بوزاره الثقافه، مرحب بحضرتك. اهلا بيك. وفنان تشكيلي بالاساس الحقيقه الاستاذ طه. بفضل لقب فنان تشكيلي. فنان تشكيلي اقرب اقرب. عندك مسؤوليه كمان يعني. يعني ان شاء الله بنقوم بيها على اكمل وجه، بس من 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 منطلق انساني واقرب. طب ادينا فكره عن الحرف اليدويه وما تقومون به لرعايه هذه الحرف قبل اندثارها استاذ طه، قبل ما نروح لعم السيد. ازاي الحرف التراثيه او الحرف التقليديه التراثية صعب ان نجيها في ظل الصعوبات اللي احنا فيها تقوم عليها. يعني صعب ان احنا نقول يعني ان وزارة الثقافة بكل ما اوتت من امكانات تستطيع وحدها، لان هو محتاجة جهد مجتمعي، محتاجة ثقافة مجتمعية، لان بتحيط بها مخاطر وبتحيط بها تهديدات من كل ناحية. يعني من داخلية بتتمثل في ارتفاع سعر الخام وعدم إقبال المتلقي العادي وعدم وعيه بأهمية الحرف التراثية أو الحرف التقليدية، وخارجيا احنا معرضين بهجمات شرسة جدا من منتج من جنوب شرق آسيا من مختلف دول بتعرض الصناعات والحرف التقليدية بتاعتنا للاندثار. ولا ما عنديش وسائل حماية، يعني لا تطوير ولا حماية، وكمان الفن الماهر اللي بيروح خلاص. ما هو للأسف غالبية الفن يعني الحرفيين أو الماهرين بادئين إنهم يروحوا لمكان تاني، ويروحوا يبقوا سوايين تكاتك وكده، لأن أصبحت لا تدر عليهم ما يسد رمقهم زي ما بيقولوا. إحنا في وزارة الثقافة في قطاع الفنون التشكيلية معنيين بقدر ما نستطيع، بقدر ما أوتينا من قوة، بقدر ما بنقدر إن إحنا نجمع هؤلاء الحرفيين في بعض المناسبات والمعارض والفعاليات بإننا نحطهم تحت الضوء. يعني إحنا بفضل مثلا مهرجان الحرف التقليدية إحنا موجودين دلوقتي، إن حضراتكم سمعتوا إن في حاجة، وبالتالي بادئين إن يعني عملنا نقطة ضوء ونقطة بننطلق منها لإننا نناقش مشاكل الناس دي. فعلا الناس عندهم مشاكل كتيرة ومحتاجة يعني طبعا أنا مش عاوز أقتصر الحديث أو يعني أقفز على الحديث، بالتأكيد حضرتك هيجي، إنما إحنا معنيين بالحرفيين والحرف التراثية والحرف التقليدية والحرف البيئية، يعني المسألة أكبر. طيب. وأشمل يعني. خليني أنقل على طول أخذ من كلام حضرتك الأستاذة إيمان عاطفا على ما طرحه الأستاذ طه. إيه أهم الحرف اللي في مصر يا أستاذ إيمان؟ إحنا أهم الحرف اللي موجودة عندنا زي ما حضرتك تعرفت الأول وقلت مهنة النحاس دي. من دي من أهم المهن الموجودة، يليها مباشرة الخيامية. تمام. ويليها بعد كده الجلود يعني هي من حرفة بقالها مدة طويلة موجودة، وكمان إحنا بنعمل على تطويرها. تمام. إذا كانت هي أو الخيامية أو النحاس، هي فعلا من الحرف الجميلة جدا والتراثية، واللي بنسلط عليها الضوء. عظيم. إن هي تبقى فعلا موجودة ما تنقرضش، زي ما أستاذ طه تفضل وقال إن إحنا بننقذ ما يمكن إنقاذه. إن ما ينفعش إن الحرف ديت اللي ليها تاريخ وليها تراث وليها رونق عظيم بقاله فترة طويلة على مدار سنوات عديدة
ان هي تندثر او ان هي تنقرض. برايك ممكن نحافظ عليها ازاي يا استاذ؟ يعني انا هتكلم شويه عن المكان اللي انا فيه اللي هي جمعيه اصاله. احنا يعني بنفتح لهم مجال للتسويق او بوابه ان هم يبقوا متواجدين معانا بشكل معرض دائم. كويس. غير المعارض اللي الدولة بتفتحها لنا او ان احنا بنشترك فيها كل فترة والتانية، تمام؟ لا، احنا المكان عندنا معرض دائم ليهم لاي منتج او اي حرفة يقدروا ان هم يسوقوا فيها المنتجات بتاعتهم، وان هي تبقى موجودة بشكل دائم، الناس تخش وتشوف وتعرف ان هي لسه متواجدة، ما ماتتش زي ما بيقولوا. طيب، ما عندي كلام كتير عن أصالة وعن خيامية، لأن عرفت كمان أنك مهتمة بالخيامية بشكل خاص. بالضبط. لكن عايز بقى أرحب بعم سيد في الحوار. عندك كم سنة عم سيد؟ 62. أنت صغير يا راجل. طيب، ما الشعر الأبيض كتر كده ليه حوالين شعر؟ مع الشقبة. لا، ما تقولش كده. قولي يا عم سيد، أنت بدأت إمتى الشغل في النحاس يعني؟ أنا دخلت الصنعة دي سنة 58. 58؟ كنت ايه، 60 ولا ايه؟ والدي الله يرحمه يعني كان من حبه في الصنعة دي، كنا 8. 8 اخوات؟ ما شاء الله. علمهم صنعة واحدة. كان المفروض مثلا يطلع نجار، حداد، سايق، لكن هو كان ورث كل مهنة، هو خدنا حوالين منه. كويس. كان الصنعة حلوة. في الوقت ده كان في يعني فطاحل في الصنعة دي، يعني اسامي انا حضرتها. زي مين تفتكر؟ السيد امبابي، توفيق الحلواني، يا سلام، سيد ريان، علي انيس، ابو محسن العربي. كنت اجي من المدرسه اقعد اتفرج على ابويا كده، واروح اشوف توفيق الحلواني ده هو قاعد يعني كل واحد ليه تخصص بيتحدى التاني، وكان التطعيم الفضه، وكان النقش ده عصواني وفي الحاجات اللي هي الفازات، المباخر، القلل. وكل حاجه غير الثانيه. يا سلام. يعني حتى ما كنت اقف جنب ابويا بقول له علمني، قال لي الشغل شغلة نظر، اتعلم. طب هو كان بيصمم ازاي او بيعمل الحاجه ازاي؟ يعني احنا دلوقتي يقول لك ايه ده ديزاينر، واحد يصمم ويعمل الكمبيوتر وبعدين ينفذ. هم كان مخيلتهم ازاي بينفذوا الحاجات دي اللي بيعملوها؟ كان عندهم حاجه بيقلدوها ولا هم اللي بيبدعوا؟ لا، انا هقول لحضرتك، هو قال لي كلمه مره، قال لي انا بمسك البرجل وبفصل وربنا بيهدي لي البرجل وتطلع التفصيله. برجل؟ والرسم. والحاجه اللي يعملها ما يكررهاش. يعني الناس ديت اشغلها ممكن يعني في المتحف الاسلامي. الناس دي البقيه من الشغل بتاعهم في المتحف الاسلامي. كويس. يعني موجود معروض يعني. على ما اذكر توفيق الحلواني ده كان عمره جي حوالي 75 سنه مش قادر يفتح البرجل الحديد، فكان بيفصل التفصيله بقلم الرصاص، فبقول له عم توفيق انت ليه ما بتبكرش؟ عندي ما بقاش فيه عافيه. وكان مع ذلك بالرصاص ويطلع الحاجه 100 100. ما شاء الله. فانا انت بدات بقى حبيت المهنه وامتهنتها. كنت بروح المدرسه. كويس. ما كتبش الواجب، يبعت ابويا يا عم علي خد بالك من الولد، الولد يعني دماغه حلوه وفي التاريخ وفي الجغرافيا. المهم انت دماغك كله رايح للبهنة. الشغلانه ليها سحر. مجرد ما مسكت الشاكوش والقلم كده خلاص، يعني عمري 8 سنين وانا في الصنعه دي. ما شاء الله. اشتغلت في كل المعادن، نحاس، ذهب، فضه، يعني كل، حتى الالومنيا، الخوز الالومنيا بتاعت البترول دي كنا بننقش عليها. عملت حاجات كتير لدرجه اني مره تحت في الساغه بعتوا لنا عايزين ننقشوا مصحف الزعيم الراحل انور السادات. انا نزلت عملته. يا سلام. والله مصحف ذهب كان في عيد ميلاده. وتقدم في البرنامج وانا شفت كان مكتوب عليه ايه المصحف؟ ناقشت عليه ايه؟ يعني اهداء يعني؟ لا، شغل عربي. شغل عربي بس في النص نور، الله نور،
على نور. آه. وفي النص نور. آه. بس الشغل العربي فيه قعدت اشتغلت فيه 15 يوم دهب. 15 يوم. اه. خدت بالك ووزراء ورؤساء يعني. يعني عايز اقول لك ما خليتش اساور فضه اساور ذهب كل عزيز. حاجه ولغايه النهارده انا اسمي في خان الخليلي معروف. اه يعني يقول لك ده اخر واحد في الصنعه. عندك محل هناك يا عم سيد؟ ايوه المحل بتاع والدي. بتاع والدك. واخواتك راحوا فين بقى التمام؟ الله يرحمهم. ياه. انت اصغرهم ولا ايه؟ الله يرحمهم. كنا نمشي مع بعض. احنا ماشيين. التليفون يضرب توفى يعني ما رقدوش. بقى لله. حد من ولادك علمته الصنعه؟ والله علمت ولادي تعليم عالي وكان امل يعني يلاقوا حظهم. جبت ابني بعد ما كبر عشان ادخله الصنعه قال لي ماليش طول بال. الشباب الجديد ما عندوش الموضوع محتاج صبر. هي عايزه الواحد صغير 7-8 سنين. خدت بال حضرتك؟ عشان يتعلم الصبر والقدره. يعني كل حاجه. عملت. طب ما هو ده الشيء في منتهى الخطوره يا استاذ طه. خليني اسرح على حضرتك سؤال يعني. ربنا يدي الصحه لعم السيد. طب بعد الجيل ده هيبقى ايه حال الحرف دي؟ ما هي دي الخطوره او هو يعني هو ده حجر الزاويه في المشكله. في 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 بدايه الستينات الرائع ثروت عكاشه عمل مشغل وكاله الغوري كانت نقطة التقاء ما بين اللي هم الحرفيين وبين اللي هو الصبية. كان بيجمعوا الصبية في صحن وكالة الغوري وكانوا بيدربوهم. عظيم. ومن غالبية المدربين اللي هم الموجودين في وزارة الثقافة حاليا. كنت لسه بكلم عن مسيد واحنا في الاستراحة. غالبية الناس الموجودة فعلا هم الصبية اللي هم اللي كانوا دول. فهي إذا ما كانش الموضوع يتعاد في نفس الحالة إن احنا نلحق الجماعة اللي هم شيوخ الصنعة أو اللي هم الجماعة الكبار دول ونجيب لهم أطفال ونبدأ إن احنا نعمل بيئة خصبة لحكاية اللي هي عملية تلقين زي ما قال عم سيد من الصغر. هو ده الحل الوحيد دلوقتي وان احنا نلحق الجيل ده. الكام سنه الاخيره هاجر حضرتك يا عم سيد الثلاث اربع سنوات الاخيره دول من وقت 25 يناير في 2011 لدلوقتي والاحداث اللي مرت بها مصر هل ده اثر على العالم؟ اثر بالسلب جدا 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 لدرجه ما يمكن كنت بنوهت في بدايه الحواري مع سعادتك ان في ناس كتير ويمكن ياكد ده عم سيد سابوا الحرف سابوها وهجروها وراحوا لمهن وضيعه ولا مهن يعني. انا عايز اقول لحضرتك مش بس الحرف التقليديه والمهن اليدويه ده حتى الورش كل الناس بتشكو الولاد الصغيرين اللي مفيش حتى باب محاره ولا بتاع سيراميك بقى مساعد. كل الولاد جروا ركبوا توك توك علشان يشرب بانجو ويعاكس البنات ويجيب له 200-300 جنيه في الاسبوع بدل ما كان بياخد 100 وكارثه على مصر الحقيقه التوك توك ده يعني. هي وبالتالي هي مش بس المظهر غير الحضاري اللي في الشارع لا ده كمان وجه ولادنا توجيه للاسف الشديد في منتهى السوء ومهن كتير خسرت شباب كان ممكن يبدعوا فيه. فالامل دلوقتي من خلال وزاره الثقافه ومن خلال وزاره التربيه والتعليم او اللي هو التعليم الصناعي الفني التعليم الفني الصناعي ان هو بس مش نستقبل الولد بعد الاعداديه لان خلاص زي ما قال عم سيد لان حاط لا يكون اتشكل خلاص وجدانه وتشكل اتجاهه انما لا وهو صغير يعني يتعامل افتكر لو هي يبقى التفكير يعني نبدا مدارس فنيه من ابتدائي من قبل اعدادي كمان من ابتدائي لان يبقى ده او يبقى منهج من ضمن مناهج الدراسه ان احنا اللي هي الحرف التقليديه التراثيه المصريه ده الحفاظ على الهويه لان ده خط دفاع للهويه المصريه إذا احنا ما حافظناش عليه وكان من مقرر التعليم هيبقى مين اللي هيحطوه لنا يعني. المجتمع المدني له دور كبير قوي يعني اصاله والاستاذ ايمن تقول لنا ايه اللي بيعملوه عشان تساعدوا تحافظوا الاول يعني انتوا بتسوقوا لهم دلوقتي وبتعملوا لهم معارض لكن فكره انتوا تحافظوا على ناخد بقى حد زي عم سيد كده برضو بنعمل على استقطاب فئات معينه من الشباب والناس اللي عايزه تتعلم المهنه ديت او الحرفه ديت ونبتدي نجيب حد زي الحاج سيد او حد يدرس لهم او يحضر له يديهم دورات تدريبيه ويعلمهم الصنعة من أول واحد اتنين لحد كادر معين بتلاقوا ناس تستوعب ده وعايزين؟ كتير وبيجيلنا تليفونات كتير إن هم عايزين وإن في ناس عايزة تاخد الدورات وفي ناس مستمتعة جدا إن احنا بنعمل حاجة زي كده وفعلا يعني
وصلنا لقدر معين من الناس ان هم بداوا هم اللي يقولوا احنا عايزين بعد كده نتعلم ايه، او ايه الدوره اللي بعد كده اللي انتوا اللي احنا حابين الحرفه دي نتعلمها. بس الدوره التدريبيه بتبقى كفايه ان انتوا تخلقوا صنايعي او فني شاطر كده على بدايه الطريق؟ يعني احنا بندي كورس كورس، يعني الكورس مثلا بيقعد 3 شهور تمام، وبعد الثلاث شهور بنبدا نعلي الدوره لحد ما بيوصل لقدر معين من التعليم. عم سيد بقى هو اللي يقول لنا لا ده كده بقى تمام تمام، يعني كده يبتدي بقى هو ان هو يشتغل لوحده، وان احنا ناخد كمان المنتج بتاعه ونسوقه له عندنا برضو في الجمعيه، يعني احنا كمان مش بنسيبه كده وخلاص، ان هو بعد ما يتعلم. التسويق موضوع سهل، بتلاقوا عميل او زبون للحاجات التقليديه دي؟ زي ما حضرتك قلت، هي الموضوع بدا ان هو يقل شويه كمان بعد الثوره لان السياحه قلت. تمام، ده كمان كان بيعتمد على فكره السياحه. بالظبط يعني. بالظبط، السياحه قلت شويه. قلت كتير مش قلت شويه. الناس كمان بدات ان هي يعني الغزو الصيني، احنا كنا لسه برضو بنتكلم في الموضوع ده، بوظ الدنيا خالص، يعني خلاها لا احنا ليه نشتري حاجة زي كده ويكون مثلا بسعر معين، لما احنا في ايدينا نشتري حاجة بسيطة وسهلة وبسعر رخيص ومفيش مشكلة فيها. تمام، يعني دي فيها قيمتها، فيها نحاس، زي ما بنقول صناعه يدويه، اللي يفهم دي حاجات ما زالوا في اوروبا يتفاخر، يعني ندور على كرافتة هاند ميد، على مش عارف ايه. بالظبط، هو ده الوعي بقى اللي احنا بنعمل عليه، اللي المفروض كمان ان احنا ندعم الفكر دوت. لا يا جماعه، احنا عندنا حرفه مصريه وتراث كمان، المفروض ان احنا نعمل على اعاده تدويره. ده جزء من هويتنا الثقافيه فعلا زي ما قلت. بالظبط، يعني المفروض ان احنا نقول للناس. اشير لسامح اللي هو شغله موجود دلوقتي على الشاشه. ده التقرير اللي عمله زميلنا سامح نجم. اسمه سامح برضو، اسم الشهره بتاعه سامح شفتش، هو اسمه كده. ده شغال معانا في الاداره المركزيه في قطاع الفنون التشكيليه في وكاله الغوري. ما اقولكش المعاناه اللي هو بيعانيها كشخص كانسان، يعني انا اسف ان انا بعلن ده على الهواء، الا اني انا جايبه كنموذج. هو محب جدا 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 للشغل اللي هو بيشتغله، ويعتبر من الناس القلائل اللي هم شغالين في الشفتشي، والشفتشي هو وكمان بيحاول ان هو يطور، لان الشفتشي في الاصل اللي هو كان بيعمل الكردان والحلق وبيعمل الاساور والحاجات اللي زي كده، ده شغل اللي هو البدايه، هو ده الشغل الاصلي. بدا يطوع او يعدل في الشغل ويعمل منه حاجات لفناجيل الشاي، ويعمل ابريق، ويعمل حاجات. اول مره اعرف الشفتيشي يعني ايه. تعرف نسمع دايما في المجتمع يقول لك الشفتيشي، هو ده الشفتيشي، ده حد هايل بصراحه. فعاوز اقول لحياتك ان ده فعلا في نماذج كتير، وفي ناس لسه مصممه على ان هي. وبعدين بيبذل جهد ووقت ومهاره فائقه، والمشكله انه ممكن يعني العائد المادي لا يكفي لقضاء. هي دي المشكله، هتبقى كارثه. هي دي المشكله. طب خلونا بشيء من التفصيل، هاجي لك يا عم سيد للسؤال واللي جاي ليك لحضرتك، بس نطلع فاصل سريع وارجع لحضرتك على طول. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. منتجات تراثية ومفروشات ولوحات مزخرفة وغيرها من المجهولات اليدوية، تلك الحرف التي اشتهرت بدقة التصنيع ومهارة العقدة اجتمعت من خلال نخبة من فنان وكالة الغوري وعدد من الجمعيات والهيئات المعنية بهذا المجال داخل مهرجان الحرف التقليدية الثامن. احنا بنعمل احياء للتراث تاني، بنحاول نعرف الناس ان لا في تراث عندنا وفي ناس موجودة بتشتغل، وان هي لسه عايزة تنتج وعايزة تقدم حاجة كويسة للناس وتعرف شغلها اللي كان قرب يموت خلاص. احنا بنقدم لهم معارض، بنحاول ان احنا نسوق لهم شغلهم على قد ما نقدر، بنفتح لهم مجالات تسويق من خلال طبعا المعارض ومن خلال الجمعية، لان الجمعية أصلا الهدف منها هو معرض دائم ليهم. المشغولات اليدوية من الحرف القديمة التي تفننت فيها النساء، فهي تعتمد على المهارة والبراعة في رسم الأشكال بالخيط والإبرة، واستخدام خيوط متنوعة وأشكال متعددة ومتداخلة لتظهر بأشكال جميلة بديعة.
أنا بحب الأشغال اليدوية، دي هوايتي من أيام ما كنت صغيرة، ومع الوقت طبعا بقى في تطور في المنتج. أنا عملية جدا وبحب أن المنتج بتاعي يبقى ليه استخدام في الحياة اليومية. أنا عندي عرضة أكياس للفكة وعرضة مسكات للحاجات السخنة. حرفة أخرى تحمل رائحة الإبداع والابتكار هي صناعة المجهولات الجلدية من خلال استخدام الجلود في صنع المحافظ والحقائب والأحزمة. منتجات أولا طبعا جلدية وكلها جلد طبيعي. الجلد الطبيعي ده فيه كذا خامة، في اللي هو جلد البقري اللي هو بيسموه كويري، في جلد الماعز بنسميه الحور، وفي جلد الضاني يسمى ضاني. كل حاجة لها حاجة للاستخدام، يعني أساسا الكويري بيستخدم للشنط اللي بتبقى ماسكة نفسها شوية وجامدة. أنا مقدمة منتجات جلدية، شنط، محافظ، براسلتس اللي هي أساور. الصناعات اليدوية هي جزء من التاريخ والحضارة لأي شعب، ومصر من أكثر دول العالم التي عرفت الحرف اليدوية منذ عهد الفراعنة، إلى أن تطور التكنولوجي ودخول عصر الماكينات وكذلك عدم الاهتمام بهذه الصناعات أو العاملين فيها أدى إلى تدهور الكثير منها حتى شارفت على الاندثار. شغل يعني فن بديع الحقيقة للجلود وللخيامية. هعرف بالتفصيل من الأستاذة إيمان والأستاذ طه، يدلنا فكرة عن هذا الموضوع الحقيقة، وشفتوا الجمال والحاجات المعلقات والشغل الفنانين. بس كان عم سيد عنده تعليق وإحنا بنتكلم عن إزاي نحافظ على المهن التقليدية ومهنة النحاس وكده وفترات الرواج والازدهار اللي انت مريت بها عم سيد. يعني عايز تقول لنا ايه؟ عايز تضيف ايه في ال... يعني عايز اقول لك ان انا طول مدتي في الصنعه ديت كنت سعيد اكتر من 50 سنه، ربنا يديك الصحه. سعيد ببتكر والمجال قدامي مفتوح. الشغل في المعادي تبقى حضرتك الدهب دوت، كنت اعمل اساور الناس تشوفها تقول لك دي اسطمبة. أساور؟ للسياف، كليهات. عشان كده في منطقة خان الخليلي المكان كله الحقيقة مع الجمالية، مع الخان الخليلي، مع وكالة الرؤية. أهم شيء إن كمان إنك تبتكر حاجة. يعني مثلا الأباجورة اللي أنا عملتها دي ابتكار. فين مفيش معانا صور شباب نعرضها لشغل عم سيد؟ انت بتوثق ما نديته. دي مبخره عم سيد. دي مبخره انت اللي عاملها. يعني ده شكل ممكن اعمل لك مثلا 10 اشكال مش شكل واحد. هي دي بتبقى كتله نحاس وانت بتدق عليها ولا ايه؟ احكي لي بقى. فورم دي لما عاوزه قطع نحاس بتتجاب دي 3 حتت. في لحام في النص هنا، لحام لازم ايه تروح للراجل اللي بيلحم بالبنطة وتتطرق وتستنفر وبعدين تشتف وبعدين تتلزق بالبلاك. النهاردة مفيش حد بيلزق بالبلاك. يعني هما 3 حتت وانت بتلحمهم او الفني التاني بيلحمهم اللي هو بتاع اللحام هو بطريقه معينه. لحام اسمه لحام زيت خفيف كده، وبعدين تضطر وتستنفر بحيث ان انا اشتغل فوق اللحام تبقى حته واحده. دي مقاسات، يعني في صغيره في اكبر في اكبر. تاخد منك وقت وجهد قد ايه دي يا عم سيد؟ دي تاخد اسبوع. اسبوع كتير طبعا. يعني مقابل المادي اللي عشان لو انت بقى بتاخد يوميه، يعني يوميتك تبقى كام وتبيعها بكام وتعيش ازاي؟ احكي لي. دي المشكله. يعني دي اسبوع كام يوم عمل في كام ساعه عم سيد الشغل؟ بشتغل من الساعه اقول 11 للساعه 8 بالليل قاعد 9 ساعات برضه كتير. قاعد ما بتقومش. 7 ايام في الاسبوع مش قاعد ولا يعني بتاخد اجازه؟ لا مش قاعد مجبر. يعني هي تاخد 7 ايام؟ يعني اجازه الحد. يعني تاخد 6 ايام من 2 للسبت.
يعني هو المفروض مثلا عشان يعيش الوقت ويعمل دخل ويربي اولاده وياكل ويشرب عايزه 3000 جنيه في الاسبوع مثلا ولا 2000 جنيه يا عم سيد؟ ده يعني هل هل, هل بتجيبهم في الاسبوع يا عم سيد؟ صدقني انا اتعرض عليا اروح شرم الشيخ اخد المبلغ اللي انت بتقول عليه، لكن انا قاعد في الورشه دي عامل زي السمك لو طلع من الورشه دي هيموت. برضه كنت اشتغل في نفس المهنه، هم طالبيني اقعد على التزجة عشان السائح. احنا بنعرض لك زمايلنا كمان بيعرضوا لك على الشاشه، انت شايف شايف على الشاشه شايف ورايا. دي شغل انا وتصميم انا كنت بعملها. الله كل نحاس الشاسيه والشابول والزير ده كان كبير كده زير، قعدت اشتغلت فيه كان كل ده وانا كنت شاب. خد وقت قد ايه؟ انت لسه شباب عم سيد، 62 سنه كبير يا راجل. طيب يعني ده لا ما تقولي له حاجه يا استاذ ايمان يعني على فكره هو دايما مهديني كمان بحاجات والله دي حاجه اسمها ترك عن النحاس. بص هي بقى هو اللي عاملها متفككه يشوف هي متفككه على اساس تتربط. دي كنت انا بعملها الناس في ليبيا قبل اللي كان بيحصل ده، وكانت بتيجي من حين لاخر ياخدوا منك شغل جزء اباجورات. بص التصميم هنا التصميم اهو غير هنا بقى يعني بص كل التصميم كل فورم ليه تصميم مختلف. التصميم بص هي متفككه وبعدين بتتقفل فواكير. خدت بالك؟ ده احمد الخراط ده كان يعني راجل فنان برضك، كنت انا اجيب له النحاس ونقف مع بعض نطلع شكل عشان يعمل الفورم. يا سلام يعمل الفورم اللي هو يعني انت ما عندكش اصلا فورمه بتعمل عليها، ده انت اللي بتعمل الفورمه كمان، فكل مره تغير الفورمه وبعدين تعمل الرسمه بتاعتك. طبعا يعني ده التصميم اصعب من التنفيذ بقى على كده يا عم سيد. كانت الاول الحاجات دي بتتعمل دق على الصناديل اللي هم كانوا اسمهم الازنجيه اللي هم كانوا بيعملوا جهاز العروسه الحله والحاجات دي كانوا بيدقوا الحاجات دي. النهارده مفيش دقاقين يعني يا دوبك هو قاعد الحاجات دي تتبلس ويقعد يدقها ويطرقها ويفنشها. خدت بالك؟ لكن دي كانت المفروض تتعمل دق. امال بتعمل ايه دلوقتي يا مسيح؟ دي بلص. يعني ايه؟ اشرح لي. يعني على المخرطه يتقالب زي اللي حضرتك شفتها زي ما انت شفت بس انت اللي بترسمه كده، انت اللي بتمسك بقى الشاكوش والقلم. التصميم ده انا اللي عامله. بيبدا بقى ايه من قويات وبعدين تفصيله وبعدين الورق ده جنب بعضه بمقاسات، يعني النص ده جنب ده ما يبقاش ده اصغر. طب قول لي لما حاجه زي كده تاخد منك شغل اسبوع واجر خراط وثمن النحاس واجرتك دي تتباع بكام يا مسيد؟ يعني دي بالامانه ب 500 جنيه اقل بكتير من مبلغ بسيط جدا يعني انت تقعد اسبوع تشتغل 500 جنيه غير ثمن الخامه؟ ايه؟ لا بالخامه بكله. ما انا بقول لا اقصد اقول انه 500 جنيه على الاسبوع بالنسبه لك بالنسبه لحد مهني وحرفي زيك عشان كده ولاده تركوا ما حبوش ان هم يكملوا. انا اتعرض عليا اخد اكتر فضلت ان اقعد في الورشه مكانك سمك ما انت قلت لي بقى سمك لو خرج جت 10 جت 20 جت 5 وقانع وراضي وراضي لاني الناس اللي كانوا معاشريني مشوا كده فالواحد خلاص. طب في فترات انت يعني تربحت بشكل افضل او حسيت ان المهنه جايبه لك كان في رواق كان في ازدهار؟ دي كانت في التسعينيات والثمانينيات الصراحه عملت قرشين جهزت بيهم ولادي ما شاء الله. ده هو كله ميسر لما خلق له ولازم ربنا يكرمك يعني يعني جوزتهم والقرشين دول هم. انما بعد كده حتى السائغ اللي هو بيعمل دهب بقى يعمل فضه، واللي بيعمل فضه بقى يعمل نحاس. الدهب ده غني خط احمر مفيش محدش بيشتغل في الذهب. انت بتساعدهم في الذهب لسه بعض السياق بتعمل لهم حاجه وخلاص؟ لا هو لو جاب لي مثلا حاجه فضه اعملها له، ماكينات ليزر بقى وحاجات جديده. انما الذهب ده ما بشوفوش. ليه بس؟ الخامه غاليه والخامه. انت بقول لسيادتك حاجه انا دخلت الصنعه دي كان كيلو النحاس ده ب 70 قرش النهارده ب 80 جنيه كيلو النحاس ب 80 جنيه ياه مين يعني
طب قول للنجف النحاس والحاجات دي انتوا بتعملوها مسايد ولا ايه ولا حتى ولا لهم صنايعات تانيين؟ هم بتوع الجوامع والحاجات دي. بنشوف نجف نحاس اللي موجود في كل البيوت وفي المساجد. هيحكي لك عن المسايد انه بيبقى صاج و سبك. سبك اه. لا السبك ده ليه ناسه. اه. وفي نجف وتقيل يعني حاجه هو ده سبك. اه. بيتسبك وبيتفنش برضك وانما في مثل ايه؟ نجف محطوط فيه ازاز معمول اجور. النهارده الميه اللي هي الزنجوغراف والحمض تحط حته النحاس تطلع متفرغه خلاص. بعد كام يوم في واحد بيقعد يمقع عينيه وينشرها ماركت. مبقاش فيه ريشة المنشار النهارده غاليه. والليزر دلوقتي عدى كمان هو بتاع الحمض كمان عامل الرس عامل الرس ويرمي في 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 في, في الحمض عايز 100 حته يطلعوا في ربع الساعة. يعني عم سيد بيتكلم على الحمض على اعتبار ان هو الحالة التكنولوجية اللي هي نقلة. انما دلوقتي الليزر هو اللي عدى ده كمان. اذا كده تمسك حتة النحاس 30% 40% يروح ملحمها ويحط الازاز تشيل الفانوس تقيل. انت ما حدش بيساعدك دلوقتي؟ ما معكش صبي ولا عامل ولا حاجة؟ اجيب صبي ايه؟ ساعات انا ببقى الصبية بتاعته اروح كده اقعد معاه. ما هو بيهديكي اهو بحاجات. اه يعني ساعات ببقى الصبية بتاعته 8 ساعات هم 8 ساعات. اجيب صبي اذا كان زي ما انت سيادتك قلت بيجيب له توك توك ولا يطلع بكياس مناديل ولا ما عايز له اخر النهار الولد بجيبه بقول له انت عملت بكام النهارده؟ في المترو قال لي ب 45 جنيه عنده 7 سنين اللي بيسرحوا بالبناديل الولاد الصغير. طب انا نعلمهم التسول والمظاهر غير الحضاريه لكن ما يتعلمش شغلانه ولا منها يعني مسكينه بلدنا. طب قولي يا استاذ ايمان والله كويس المعرض كلميني عن المعرض وعن عن الجلود وعن الخياميه بقى ايه قصتهم وبتساعدوهم ازاي برضو قبل ما نروح للاستاذ طه يعني. برضو زي ما قلت لحضرتك في موضوع النحاس ان احنا برضو بنعمل دورات تدريبيه للناس ان هي تتعلم الحرفه دي. عايزه اقول لك ان حرفه الخياميه من اجمل الحرف اللي انا شفتها انا بحبها جدا. بتشتغليها؟ او اتعلمتيها يعني؟ او اتعلمتها وتعلمتها كمان يعني في وقت قصير من كتر ما انا بحبها جدا. من اول ابتداء من احنا بنرسم الشكل او بنختاره على القرنيج لحد ما بنختار الالوان ونبتدي نشتغل الغرزه ازاي ونصمم كمان الشكل حتى في دماغنا قبل ما نصممه على القماشه. والحاجات اللي هي بتطلع اللي هي الزهرة العربي الحاجات الفرعوني كل التصميمات دي احنا بنتخيلها الاول قبل ما بنصممها بايدينا. فدي احلى حاجة فيها ان انت بتتخيل الشكل وان انت بتعمل ان انت بتشغل فكرك ازاي توصل لحاجة مش موجودة ازاي تبتكر حاجة على القماشة بغرز هي اصلا ممكن ما تكونش قطعة واحدة مثلا في السوق. تمام يعني هي في قطع كتيره طبعا وفي ناس كتيره قوي قوي ايديهم حلوه بس احلى ما في المهنه دي هي الفكر ان انت بتفكر في حاجه. ده الابداع اللي بنقول عليه النو هاو يعني كل واحد بالظبط. حتى في الغرزه كمان انت ممكن يعني تفرق غرزه عن غرزه ممكن يبقى في حد بروفيشنال وحلو قوي 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 بس الغرزه بتاعته فارقه عن حد تاني خالص يعني وتحبها اكتر كمان من حد تاني. فدي لوحدها عايز اتكلم عن الناس الغاويه اللي بتيجي تشتري اللي بتيجي المعارض ما زال في زبون وفي ناس بتسعى لحاجات الحقيقه اللي... في ناس على فكره غاويه الموضوع جدا وفي ناس حباها وفي ناس محترمه قوي ان مهنه زي كده لسه موجوده. تمام وبيشتروا الحاجات دي بقى يحطوها في البيوت يستفيدوا منها. عايز اقول لك ان هي كمان رجعت موضه كمان في الفتره الاخيره دي. ده حقيقي ما هو ده اللي كنت هكلمكم عنه. ان هي رجعت موضه كمان حتى في تجهيز العرايس احنا دلوقتي بنعمل اشكال جديده وبنفكر في ابتكارات جديده في ان احنا ندخلها في الخياميه علشان ان هي فعلا رجعت موضه ورجعت كمان العرايس بدات ان هي تشتريها وتحطها على الانترهات او تحطها كبرواز. وفي ناس لما بيجوا يشتروا من عندنا قطعه بيقولوا لنا لا ممكن تعملها لي برواز او عشان اعلقها وفي رسم معين هم كمان بيجيبوه لنا تشتغل كلوحه فنيه تعلق في البيت. بالظبط بالظبط هي فعلا حاجه مبدعه وحاجه جميله جدا. عم سيد بيعرف خياميه برضه مش كده؟ لا شيء عايز اقول لسيادتك حاجه. قول لي. يعني كان في مسلسل اسمه طارق ابن زياد. الفنان احمد ماهر جه قعد معايا حوالي شهر عملت له اللبس اللي هو بتاع الحرب بتاعه كله اللي هو الخوذه والكتافات والصداره والحاجات دي بالنحاس.
انا عملته له. كان بيجيني الساعه 2 يقعد معايا للساعه 7 8. صارت معرفه وعارفني لغايه دلوقتي. هم حب يدور على حد يعمله، قالوا له ما فيش الا ده اللي يعمل لك الطلب بتاعك. وكانت المعرفه ان هو كنت انا شغال في الاباجورات وطلب مني اباجوره، فانا بقول له خليها دعايه. مش هحاسبك عليها. لا دعايه يعني، هو على اساس فنانين يعمل لي جو يعني. قال لي اطمن انا حطيتها في اوضه النوم. ما حدش هيشوفها. ده جميل فنان احمد ماهر. عندنا مشكله يعني، يعني فكره ازاي نواجه تدهور الحرفه وفي نفس الوقت الاغراق اللي حضرتك اتكلمت عنه من جنوب شرق اسيا ومن الصين ومن كده يعني، والكميات ازاي نواجه يعني. حاجه عظيمه لازم نحافظ عليها، ده تراثنا. بعد اذنك يا استاذ طه، انا كان بيجوا بتوع الاعلام برضك ياخدوا مني احاديث كده. أيوه. والاهرام والحره والكلام ده، اقترحت اقتراح بس ما حدش يعني عمل بيه. انا قلت ممكن نلم البقيه من الناس اللي بتشتغل ويتعمل مؤسسه. ايوه، نلم فيها الاولاد، شيوخ المهنه، الاولاد زي ما بيدرسوا الدراسه ندرس لهم الصنعه دي. ما هو اللي غاوي، ما انت ما تقدرش تجبر حد، انت عايز تستقطب زي ما الاستاذ ايمن قالت، فكره استقطاب. قلت لهم اللي بقى من العمر مش كتير، انا مستعد بعد 3 4 سنين اسلمك ولد صنايعي. ربنا يديك الصحة. بدل ما هو بيخرج من المدرسة ما يعرفش حاجة نعلمه. بيخرجوا ما بيعرفوش حتى القراءة والكتابة في الدبلوم الفني. طب خلوني سؤالي يجيب عنه الأستاذ طه بعد الفاصل لو أذنتوا لي. قوموا معنا مشاهدينا الكرام. انا بقالي في المهنه دي بتاعي حوالي 35 سنه، كان يعني اهلي كلهم فيها، فتعلمت المهنه دي. عمليه بقى المهنه دي مش مفيش حاجه اسمها فيها ضمير وما فيهاش ضمير، دي مهنه، ده فن. لازم الفنان لما يجي يشتغل لازم يبقى عنده ضمير، عشان ده بيتقن حاجه جميله لازم تعجب الناس. بس للاسف مفيش حد مقدر المهنه دي، يعني مش مديها اهتمام، فعشان كده بتنقرض، مفيش حد بيخش فيها. الايقاع النهارده سريع. احنا زي ما تقولي عشان هي دي المهنه اللي احنا اتربينا منها وبناكل منها عيش، ساعات بنتنازل، فساعات ما بتديش والكلام ده، وبرضك احنا بنستحملها. لكن الاجيال اللي طالعه دي ما بتستحملش. مين اللي هيستحمل؟ طبعا المهنه دلوقتي بتمر بمشكله كبيره وازمه كبيره. اول حاجه قله الضمير. النهارده بقى قليل جدا اللي عايز يدي الصنعه حقها. قليل جدا اللي يخدم على الصنعه ويعرف، لان احنا بنشتغل في مهنه زي مهنه الجواهرجي بالظبط، وعينينا عين الجواهرجي، عين الصنايعي عين جواهرجي. احنا بنشتغل في مهنه بنحط فضه، الفضه ديت لو اتلعب في العيار بتاعها تبوظ، لو التخديم على الصنعه نفسها في الحته ما اتعملش صح وفوق اسطوات كبار يسننوا ويفردوا ويجوزوا ويبتدوا يجمعوا الشغل صح، الفضه بعد كده تقع. كل دوت للاسف ما بقاش في ضمير عندي، بالذات الجيل اللي طالع جديد، جيل الشباب اللي بيعايز المكسب السريع وعايز اسرع حاجه عشان يجيب 200 300 جنيه في اليوم، لان الصنعه النهارده ما بتديش الصنايعي الرقم دوت. مرحب بكم مجددا مشاهدينا. موضوع الحقيقه شيق ومهم جدا وذو شجون، لانه شيء مؤلم انه يكون عندنا هذا الفن، لان هو فن الحقيقه بالاساس وبيمثل جزء كبير من تراثنا، وانه يندثر او ياخذ في الاندثار دون ان تكون هناك مظله تحمي شيوخ المهنه زي عم سيد وغيره، وان احنا يكون عندنا ميزه نسبيه في مثل هذه الصناعات تدعم الاقتصاد المصري وتحافظ على هويه ثقافيه. موضوع الحقيقه عايز اطرحه على الاستاذ طه العشماوي. يعني وزارة الشباب بتعمل حاجات كده، وزارة التعليم، التضامن الاجتماعي، طبعا الثقافة بقطاعاتها. احنا ليه ما عندناش مجلس أعلى أو حاجة يجمع ويقدم لنا الناس اللي زي عم سيد كده فعلا، تخلق لنا جيل جديد من الفنيين والفنانين في هذا المجال يا أستاذ طه؟ هي هو حلم العاملين في المجال ده، اللي هو وجود
مظلة أو وجود إطار يجمع كل المشتغلين في مجال الحرف التراثية والتقليدية. كان الأستاذ عز الدين نجيب من 3 سنين طرح هو طبعا ناقد وفنان تشكيلي ورئيس جمعية أصالة هو مقاتل في المجال ده طرح اللي هو فكرة اللي حضرتك بتقول عليها بالظبط اللي هي المظلة أو اللي هو المجلس الأعلى للحرف التقليدية بحيث إن هو تنضوي تحت منه كل الجهات والمؤسسات وتبقى مش بالضرورة إن هي تبقى من الناحية الإدارية إنما على الأقل من ناحية التخطيط ومن ناحية التنسيق ومن ناحية التوجه لأن يعني في بعض, في بعض, يعني. بعض الدول العربية عاملين وزارات للحرف يعني احنا مش اقل منهم انما في نفس الوقت هو يعني كل الجهات في وزارة الثقافة او في الوزارات المختلفة ليهم جهد مشكور بس كل واحد جهده في اطاره هي الفكرة فكرة حكاية اللينك او التشبيك زي ما بيقولوا ازاي ان كل المصادر دي تصب في اتجاه او استراتيجية او منحة بحيث ان يبقى في عملية تطور او تطوير وعملية ان يبقى في ديفو او في مشكلة تتعالج وتتعالج ما دام اتعالجت في هنا خلاص كله عارف العلاج في الجزئية الفلانية وبالتالي هيسمع زي الاواني المستطرقة هي هو ده بداية الحل انما انا شايف ان الحل الحقيقي حل مجتمعي ان هو يبقى ثقافه مجتمعيه ان لو في عندنا القرى والقرى الاكثر فقرا والعمليه التنميه اللي بتعملها بعض الجهات مشكوره اللي هي الجمعيات المجتمع المدني لو ان هي خدت ان كل قريه من القرى دي يبقى ليها صبغه او ان هي حسب البيئه اللي فيها لو هي فيها مثلا كتان تشتغل حاجه كتان لو فيها حرير تشتغل نسيج حرير لو فيها حسب البيئه اللي موجوده فيها القرى دي نبدا ان احنا نعيد احياء اللي هي الحرف البيئية يعني كل بيئة مثلا عندنا حرف كتير كتيرة في جمعية أصالة عاملة موسوعة الحرف التقليدية كنت أسأل حضرتك لو في موسوعة أو في دراسة تكون جاهزة أول حد بصراحة الدكتور عز بدر بالموضوع دوت وهو يعتبر من أوائل الناس على مستوى الجمهورية اللي طرح موسوعة عن الحرف التقليدية بأجزاء بالضبط هي موجودة فعلا عندنا ست أجزاء طلعوا والسابع يعني بيتحضر تطبيعه كمان يعني هو الطباعة بتاعته شغالة واحنا شغالين بالفعل عليه وخلال ايام ان شاء الله هيكون موجود عندنا برضو في الجمعية ممتاز ده توثيق مهم الحقيقة بالظبط فده يبقى بداية نبني عليها يعني كدراسة ودي كمان من الحاجات بصراحة اللي هو يعني مشكورا ان هو فعلا فكر فيها وطرحها دكتور عز من الناس اللي عندها جيش. فكرة عالية كمان جرار من الباحثين والاكاديميين والدكاترة والمهتمين وبيلفوا كل الجمهورية يجمعوا يعني بالتأكيد عنده تصور واضح وعنده خطة معدة ودراسة بالظبط ده السؤال يعني ازاي ما نقدرش حد يتولاها بقى هو من ما انا بقول لحضرتك هو من اوائل الناس على مستوى الجمهورية اللي هو قدم الموسوعة دي وبدأ بطرحها على طول يعني هو حتى ما استناش في استجابة من جهات وزارة الثقافة او رئاسة الوزراء اتقدم فعلا المقترح بتاع استاذ عز الدين نجيب ولاقى استحسان من اكثر من رئيس وزراء سابق وبالتاكيد هو في الموجود على المكاتب بتاع المسؤولين بس هي امتى هيطلع النور احنا نتعشى من هو يبقى قريب جدا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديك العافيه والصحه ان شاء الله ان شاء الله عايزين الحقيقه مشاركه معانا المهندس هيثم مهيب ومنسق مهرجان من فات قديم متاح اعتقد مشارك معاكم في حاجه احنا عاملين مهرجان هو شباب هو في كذا مهرجان في يوم اللي يعني هو كان في الوقت دوت كان في فعلا كذا مهرجان كان موجود الافراح كانت كتير بمناسبه انتصار 6 اكتوبر انا عايز اتوقف تاني قدام المهرجان مين اللي بيشارك فيه يعني حد زي عم سيد بيشارك فيه كلهم على طبعا هي بس مش اشخاص اشخاص احنا يعني انا منسق عامل مهرجان وبالتالي معني بان اصل اشخاص المساله هتاخد شكل ممكن يفهم غلط ان طب ليه ده ومش ده انما انا بعمل ان انا بتعامل مثلا زي جمعيه اصاله هي جمعيه معنيه بالناس دي وهي واخدهم كلهم في حضنها وبالتالي هي اللي بتبقى هي اللي عارضه بيجي زوار يزوروا المكان وبتسوقوا في نفس التوقيت ممكن حد عايز يشتري ممكن حد عاوز يشتري حاجه يشتريها وبنكتب كمان على كل منتج اسم الفنان اللي عامله او يعني احنا ما بننساش بصراحه حق اي حد عمل اي حاجه طبعا
ده حقهم علينا، احنا اصلا فاتحين الجمعيه زي ما بيقولوا. وفي ناس بتيجي تسال على حاجات معينه لفنانين معينين، يعني حد عنده الوعي ده، يعني حد لما حد انا عايز حاجه لعم سيد انيس، انا لما حد بيعجبه حاجه لما حد بيعجبه حاجه وبيقرا الاسم على عليه والامضاء بتاعه فبيجي بالاسم، انا عايز فلان الفلاني يعمل لي. خلونا ناخد وجهه نظر يعني المهندس هيثم مهيب، وهو زي ما قلت لحضراتكم منسق مهرجان من فات قديم وتاه، عن رؤيته للحفاظ على الحرف التقليدية، وإيه المهرجان ده؟ يعني هل هو معني أيضا بفكرة الحرف اليدوية التقليدية؟ مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، أنا الأول بعتذر عشان أنا مش متابع الحلقة، أنا في الشارع دلوقتي. ولا يهمك. تمام، وبشكر حضرتك والضيوف على إحنا معانا نخبة الحقيقة، معانا الأستاذ طه العشماوي الفنان التشكيلي المعروف ومدير عام الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، معانا أستاذ إيمان المليجي من جمعية أصالة طبعا، ومعانا الفنان العظيم عم سيد أنيس، يعني فني نحاس طرقة نحاس كده حاجة بديعة يعني. تمام. هو اللي باقي من الزمن الجميل. هي الفكرة طبعا فكرة الحرف اليدوية. طبعا ناس كتير جدا ما بقت ما تعرفش عن الموضوع بتاع الحرف، بقى الموضوع مهمل جدا، واحنا كمكتبة اسكندرية تبنينا الموضوع ده من 5 سنين في مكتبة اسكندرية. عن طريق إقامة مهرجان اسمه من فات قديم وتاه، ده في جنب السناري، والهدف نفسه الحفاظ على التراث والحرف اليدوية اللي هي قربت على الاندثار. تمام، فبنعمل مهرجان بنتبقى يعني بيشارك فيه طبعا حرفيين كتير جدا، أكثر من 35 فرد غير المؤسسات نفسها، بيبقى في معانا طبعا هيئة قصور ثقافة ووزارة الآثار، والهدف نفسه إن احنا نعرف الجمهور على الحرف دي. تمام، عن طريق برضو ورش عمل يومية من الفنانين نفسهم عشان يتعرفوا ان الحاجة دي بتعمل ازاي، والمنتج نفسه من الالف للياء. تمام، وطبعا السنة دي كان في كذا معرض تبنوا الفكرة دي كويس، وطبعا ده دور الدولة ودور المؤسسات الخاصة ان هي تزود من المعارض وال صحيح. هو ملاحظ جدا من يعني من حديث حضرتك والكلام اللي انا اتكلمته مع الاستاذ طه والاستاذ ايمان، ان في جهود كبيره بتبذل من عده جهات في الدوله، سواء كانت مؤسسات حكوميه او مؤسسات اهليه، لكن الناس مش حاسه بده يا باشمهندس هيثم، محتاجين الى تنسيق، الى عمل يخرج للنور، الى رعايه شيوخ المهنه قبل ما ربنا يديهم الصحه طول العمر، يعني قبل ما تندثر هذه المهنه وينقلوها الاجيال الجديده. هل ما فكرتوش في حاجه زي كده، يكون في مبادره للقاء لتجميع لمؤتمر كبير، طالما مكتبه اسكندريه بقى وهي دايما بتتحفنا بمثل هذه الامور يعني؟ تمام، احنا طبعا لسه مخلصين يوم الخميس، فان شاء الله بكره كده هنعمل اجتماع برضه في بيت السناري، كويس، بحيث برضه خدنا الاراء بتاعت العارضين نفسهم، بحيث نطور من نفسنا ونشوف مثلا ايه نقط الضعف اللي كانت موجوده وكده ونحاول نحلها، وهنتناقش برضه بحيث نعمل حاجه على كبير يعني على توسع اكثر. يعني احنا بنعمل كمان بيبقى معانا ضيف شرف اللي هو الدولة، بتشارك برضه بالحرف بتاعتها عشان يتعرفوا على الحاجات اللي عندنا، واحنا برضه نتعرف على الحاجات اللي عندهم كنوع من التبادل الثقافي. عظيم. تمام، فبرضه ان شاء الله دي هنحطها في الاعتبار ان احنا نعمل برضه زي في مؤتمر يعني كده. لو الدكتور اسماعيل سراج الدين والمكتبه تتبنى مؤتمر مثلا او ورشه عمل، وانا عارف المكتبه بتعمل حاجات كتير زي كده، ونشخص الموضوع وندعو يعني خبراء والدكتور الفكره بتاعته بتاع بالظبط، هو فعلا بيدعم الفكره ونبدا نعمل يعني ضغط اعلامي وضوء اعلامي على هذا الموضوع. انا شايفه بالظبط، لان هي وسائل الاعلان عامه اذا كانت التلفزيون او الاذاعه باعتبارها اسرع وسيله انتشار مرئيه مصنوعه. لا، عارفة أسرع وسيلة إيه دلوقتي؟ إيه؟ مواقع التواصل الاجتماعي. موجودة. ليه ما بتعملوش كده؟ لا عند حضرتك إضافة يا باشمهندس هيثم عشان ما أضيعش وقت حضرتك، أنا شكلك بتشتغل في مكان أو قاعد تتابع حاجة يعني. أنا متشكر لكم جدا وبرحب بالضيوف، وطبعاً يا ريت إن شاء الله يبقى فيه يعني تقدم في موضوع الحرف اليدوية ديت عشان يعني ننميها أكتر والشباب نفسه يتعرف عليها. انتوا لكم دور يعني، احنا بننتظر المزيد منكم يعني، بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للمهندس هيثم مهيب منسق مهرجان من فات قديم وتاه في بيت السناري تابع لمكتبه الاسكندريه. مشكور. قولوا لي اتفضل. موجوده احنا صفحتنا دايما قبل اي معرض بننزل عليها شروق، اعملوا شير وحفزوا الناس. كل كم واحد بيزورها مثلا او عليها كم مشترك؟ لا كتير يعني. عندكم حد مسؤول عن السوشيال ميديا يعني؟ بالظبط، استاذ عاطف امين صندوق الجمعيه هو
بيعمل على السوشيال ميديا دايما وبينزل كمان على طول وبيشير كل الصور والمعارض، وقبليها كمان بنعمل دعايه كافيه جدا عن المعرض وان احنا متواجدين فين وامتى والفتره من كام لكام، كل ده احنا بنعمله. بس دايما الناس يعني حضرتك حتى لو نزلت في المعرض يقول لك لا احنا محتاجين برضو التلفزيون، محتاجين الاذاعه طبعا، لانها طبعا برضو طبعا حاجه مهمه بالظبط، حاجه مهمه جدا. تعرف يا استاذ طه الشيء اللي ايه يعني حد زي عم سيد ربنا يديله صحه 62 سنه ما يعتبرش سن كبير في العصر الحالي اللي تقدمت في الصحه وكده، يعني انا اتصورته فوق ال70 لما شفت شكله، شيء المهنه فعلا بتحتاج الى جهد كل اللي في شكل. ما انا بقول لحضرتك طيب لو شفته 8 ساعات هل في جهه مامنه عليك يا عم سيد؟ انا هل عندك تامين صحي؟ يعني لا عندي تامين اجتماعي. صاحب عمل. صاحب عمل على اعتبار انه صاحب محل او ورشه لغايه 65 انما لو هو وتاخد معاش طيب بعد كده؟ معاش ايه؟ 200 جنيه ادي قلتها. طب وعندك تامين صحي على كده؟ هيجيني منين بقى تامين صحي لان راجل صاحب عمل بقى؟ هو في دلوقتي في نقابه برضه موضوع مزعج سنتين مشكلة. يعني موضوع مزعج جدا يعني انا لما يعني هو فنى عمره في المهنه طيب بعد كده الراجل عايز يرتاح، مين هياكله ومين هيشربه ومين هيعالجه يعني؟ اللي حضرتك بتقوله ده هي المصادر اللي بتخلي الناس تعكف عن الاستمرار او بتخلي الشباب ما يخشش في لا انا اروح للاسهل، اروح للي هيجيب لي فلوس وهيعمل لي مكان وخلاص. وقفة أخيرة لو أذنتوا لنا ومعنا أقل من 10 دقائق بعد العودة مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. اتعلمت الصناعة دي خالي الخليلي سنة 61-62 ودخلتها قريتي سيدة المنأدي سنة 77 وعلمت هذه القرية هذه الحفة وبقت من أحلى القرى الفنية، القرى يعني قريتي اتميزت عن أي قرية تانية لأن صناعة الصدر ده شغل تراثي إسلامي، شغل يعني بيمثل مصر. قرية سيد المنادي بقت دلوقتي من أكبر القرى على مستوى محافظة المنوفية وعلى مستوى مصر اللي بتنتج هذه الصدف، والعمالة اللي في مصر كمان اللي شغالة في الحسين واللي شغالة في القلعة عمالة من قرية سيد المنادي. التسويق أهم شيء، شغلنا بياخدوه من ناس مصرية، السمسار يكسب أدرس أكتر بصاحب رشدة طبع مرات السمسار، يعني الواحد فينا بنعمل ترويزة زي دي نكسب فيها 10 جنيه، هو بيحسب فيها 40 50 60 جنيه 70 جنيه، التاجر ياخدها يصدرها بره يكسب فيها 200 و300 جنيه. ما بنجيبش أي حاجة من بره خالص، كله بيتصنع عندي، الخشب بيجي لنا، البروسة تيجي، البرميل البروسة تيجي، تطلع شغل متلمع متشطب متنجد متغلف ياخد السمسار او التاجر. ابداع لا يتوقف، والحقيقه انه التقرير جاوب على سؤال مهم للاستاذ طه فيما يتعلق بفكره انه يعني رب اسره او حد من بلد حول قريه بالكامله اللي عمل في مهنه هو ده الامل وهو ده الحل. لو حضرتك عاوز على مستوى مصر كلها تتحول القرى النائيه لانها مش محطوطه تحت ضغط اللي هو النمط الاستهلاكي البشع بتاع المدن، هي ممكن الحياه عند الناس هتبقى بسيطه، وبالتالي لما هتبدا حرفه
وتبدأ تراعى من خلال شركات تسويق محترمة ومن خلال رعاة ناس يصرفوا على يعني جمعيات خيرية أو مؤسسات مجتمع مدني تصرف بشكل بسيط على الكرة دي، القرية بعد فترة مش هتحتاج ولا صح. هتحتاج لراعي فازاتي. ولا هتحتاج لمساوق، لأنها هتبقى عاشت، العجلة هتدور. هي هو ده الأمل الوحيد، لأن نحافظ على الحرف التراثية ولأننا هنوزعها على مختلف القرى النائية دي، وفي نفس الوقت هنرفع مستوى الناس دي مستوى المعيشة كمان بتاعتهم. احنا هناخد روشتة منكم في الآخر يعني سريعا كده، احنا مبقاش معنا وقت استاذ ايمان، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ حاجتين مهمين، نحافظ على ده جزء من تراثنا، ازاي نحافظ عليه وازاي نواجه الغزو، وازاي ده يتحول الى ميزه نسبيه زي ما كنا بنتكلم تخدم الاقتصاد وتحافظ على هويتنا الثقافيه. احنا دايما يعني عندنا نقطتين مهمين جدا. اول حاجه استقطاب فئه عايزه تشتغل وعايزه تتعلم، واحنا نساعدها ان هي ان احنا نعمل لها دورات دايما، ونجيب لها حد يعني يعلمها الصنعه، وناخد الصنعه دي نحولها بقى للتسويق ونفتح لها سوق عمل. دي من الحاجات المهمه جدا. يعني انا بتفق بتفق معاها، انما انا شايف ان الموضوع مش جهد مؤسسة ولا جهد فردي ولا جهد، لا ده عاوز ثقافة، ده قبل كمان للدولة والحكومة، لا عاوز وعي مجتمعي. يعني المجتمع كله لازم يبقى فيه الارم، لازم حاجه بتهدد الهويه يا جماعه، حاجه في تشويه حاصل في الثقافه، والسكه اللي احنا ماشيين فيها مش سكه مش صح، لازم نرجع للتراث ولازم نرجع للحاجات المصريه الاصيله. لازم كل بيت نتنافس ان يبقى فيه قطعه من القطع دي، يعني نحتفي بيها. لو ده حصل مستقل ان الناس دي هتعيش فعلا، لو كل بيت كويس. فعلا دخل قطعه واحده من القطع التراثيه دي، احنا مش محتاجين حاجه ثاني. كتير منها رجع يعني، سواء النحاس او الخياميه دي فعلا رجعت موضه وبيقتنوها في المنازل وبتبقى قطعه ديكور شيك وجميل. مش عايزها تبقى مع الطبقه الهاي بس، يعني لا انا عاوز حتى الناس البسطه الناس فعلا يعني حاجه زي كده دي قيمه معين في حياتهم. عايز تقولي يا عم سيد راجل طيب؟ انا عايز اقول لسيادتك ان الشغل ده برضك اللي هم الشعب المصري اللي هو المتيسر هو اللي بيطلب الحاجات دي، المتيسر. لكن اي حد واحد مطحون او يعني موظف بسيط ولا عامل ولا بتاع هو المتيسر يعني يكون غاوي عاوز. يعني هقول لسيادتك حاجه، دي لمؤاخذه احنا قلنا ايه ب 500، لو قعد سنة ولا اتنين لو عايز ينزل يبيعها هتجيب له 700. يعني هي محتفظة بقيمتها قوي، بتزيد يعني بديد. سعرها كل يوم ده مخزن للقيمة كمان، يعني كأنه مقتني حتة جوهرة يعني. بالظبط. انما انا بشوف حاجات دلوقتي ما كنتش اتمنى اشوفها، ان الشغل اللي بالبنطة والحاجات دي لو خرجت من عند التاجر والزبون خدها وحب يرجعها يقوله ما تلزمنيش. دي بالبنطة ايه ده، شغل في مصر ولا بالحاجات اللي جاينا بقى؟ لا هو في مصر. ومهما تقعد يعني شغل سوقي، ومهما تقعد ويجي يبيعها ما تجيبش حاجة. طب تنصح ايه؟ تنصح المستهلك بايه او المواطن بيها يا عم سيد؟ ازاي يعرف في الحاجة وقيمتها؟ ياخد حاجة فيها قيمة فنية، فيها شغل. انا انصح الغاوي ياخد حاجة كويسة زي الذهب، هتقعد عنده قد ما تقعد هيبيعها هتجيب له اكتر ما هو دافع فيها. طبعا كل لما بتقدم كل لما قيمتها بتزيد وسعرها بيزيد، لان الشغل عشان فيها شغل. الشغل ده انا عامله، بعد كده مين اللي هيعمله؟ فبقت عنده حاجه. ما هو المتحف الاسلامي ده جه، يعني الفن اللي فيه ده جه منين؟ ما هو جه من الناس اللي ابويا عاصرهم. صحيح. وكان بيبذلوا كل جهد يعملوا حاجات عشان يحافظوا على هذه، عشان يحافظوا. يعني انا في النهايه بشكركم وسعيد الحقيقه بهذه الحلقه، واستمتعت والله معاكم يعني كفنانين مبدعين قبل ما نكون يعني بعضكم مسؤول، وبنتكلم عن كيفيه الحفاظ على هذه الحرف التقليديه. وعم سيد الراجل المبدع الجميل اللي قدرت تلف في حرير، انا بشكرك شكرا جزيلا. عم سيد انيس استاذ ايمان الليجي جماعه اصاله، شكرا جزيلا لحضرتك جدا. احنا دايما بنشكركم ان انتوا اتحت لنا الفرصه دي ان احنا فعلا نتكلم عن تراثنا بشكل موسع. ساعدتونا بالتوفيق ونشد على ايديكم في هذه الجمعيه الحقيقه. استاذ طه شباب مدير عام التسويق الفني بوزاره الثقافه او بقطاع الفنون التشكيليه والفن التشكيلي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك وكل التوفيق. يعني احنا سلطنا الضوء، قدمنا حاجه
وهن يعني بنوعدكم ان شاء الله بلقاءات مستمره في محاوله لابراز خطوره اندثار هذه المهنه حقيقي. الحرف يعني اللي بياخد حته شغل معموله بالطريقه دي سواء مبخره قنديل اباجوره شمعدان لو خدوا النهارده ب 10 بياخد كنز بياخد كنز. طب انا هقول لسيادتك حاجه بقى البرنامج خلص انا عملت الواحد اباجورتين احنا خلصنا بس لسه ما طلعناش نطلع وبعدين نتكلم. صباح الخير.